الجيم الحاجات المهمه اللي فيه بعد ما انتوا خدتوا دلوقتي الابر واللور والفوركس ودلوقتي شغالين تقريبا نص الكهرباء اصغر او قربت تخلصوا وصلتوا لحد فين اخر حاجه خدتوها فيه؟ ان شاء الله هنركز حاجات اساسيه النهارده. لو حسيت ان انا بتكلم بسرعه لان انا ورايا كذا حاجه ورايا لجنه مع البنك ورايا اتخانق هتزوني يعني مفيش مشكله يعني. انما انا هنركز معاك حاجات اساسيه ان شاء الله اللي ايه اللي تفهمك اللور ليم والحاجات اللي طبعا اللي تيجي في الامتحان ان شاء الله. فان شاء الله هنبقى مع بعض. اول حاجه في اللور ليم خلاص بقى كان بيعمل كوره في المعدل والخياش. لازم تعرف الساي في فاشيه تو فاشيه طبعا دلوقتي يعني بيتوريد على الاول عندك سكن سوبر فيشيال فاشيه وديب فاشيه. السوبر فيشيال فاشيه في الساي زي اللور بارت اوف الابدومن بس سوبر فيشيال فاتي لاير وديب ممبرانس لاير ماشي. وده هقف عند كده وبعد كده هنكمل الكلام ده مع الابدومن ان شاء الله. بالنسبه لي السوبرفيشال فاشيا فيها اربع حاجات تبقى عارفهم. فيسلز سوبرفيشال فينز وارتريز ونيربس اللي هي الكوتيدس نيربس وفيها ليمف نودز سوبرفيشال ليمف نودز. وانا هنا طبعا في الايه في الساي فهنا سوبرفيشال انجوانا ليمف نودز. يبقى عندي سوبرفيشال ارتريز هيقولها لك الدكتور وجيه سوبرفيشال فينز اللي هي بتصب في الجريستفنس فين والحاجات اللي بتجيله وبعد كده هتخش كلها في المرة فين وسوبرفيشال ليمف نودز والنيربس هتكلم عنها بقى ركز معاها شويه. السوبرفيشال نيربس كوتيدياس نيربس عندي في هنا سته نيربس موجودين في المنطقه دي. ثلاثه بيطلعوا مباشره من اللامبر بريكسس وثلاثه يطلعوا من الفيمورال نير. الفيمورال نير الاول سهلين عندي فيه الميديال كوتيدياس نير اوف ذا سايد ادي الميديال الاول وادي الانترميديال هو كل واحد منهم اثنين لان هو كان نير واتقسم اثنين. ربما حضرتك في العملي او ما شافوش يبقى في ميديال كوتيرس اتقسم اثنين واحد نازل واحد ميديال والانترميديال اتقسم اثنين هو اثنين ليه؟ اتقسم اثنين ماشي سبلاينج الريجن بتاع الايه؟ الفرنت والميديال سايد اوف ذا سايد كلها ما عدا جزء على الميديال سايد في اللور بار ده تبع الاوبتيوزر نير وده مش مهم قوي حتى الاوبتيوزر هتكلم بعد شويه لما يتقطع ما بنحسش السنسيشن بتاعه او الايفكت بتاعه ما بايه؟ مينيمال او محدود يعني لان ميديا كوتيس نفرا ساي بيغطي ميديا سايد دي كلها. يبقى عندي من الفيمورال ثلاثه ميديا كوتينس نير نفرا ساي وايه؟ انتر ميديا كوتينس نفرا ساي والسفنس نير بعد ما يسيب النير دي برانش يرجع اسمه ايه؟ انفرا باتيلر برانش اوف سفنس نير. ده من الفيمورال خلاص كده؟ من اللامبر بريكسس عندي ثلاثه مباشره اللي هم الايه؟ فيمورال برانش اوف ذا جينس فيمورال نير شايفينه؟ وعندنا في ايه؟ هنا اليو انجوينال نير اليو انجوينال نير وعندي هنا المهم قوي اللي هو لاترال كوتينس نيرف اوف ذا ساي اسمه ايه؟ لاترال كوتينس اوف ذا ساي. وخد بالك لاترال كوتينس بيبقى ايه؟ ليه اسم تاني عشان ما تلاقيه في الكتب او تلاقيه في الامتحان اسمه لاترال فيمورال كوتينس نير. يعني تقول ايه؟ لاترال كوتينس نيرف اوف ذا ساي هو نفسه لاترال فيمورال كوتينس نير. وضحت الصوره يا جماعه؟ اقولها تاني يبقى اللاترال كوتينس نيرف اوف ذا ساي لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي هو نفسه اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف. واضح؟ طيب عشان ليه افكت دلوقتي هتكلم عنه بعد شويه. الجسر نسبيه الدكتوره جه طبعا قاله لكم اكيد. مش كده؟ يعني اهم حاجه يبقى هنا بيعدي ان فرانت اوف ذا ميديال ماليولس. ان فرانت اوف ذا ميديال ماليولس هنا في مكان هنا كونستنت بتاعه عشان كده اقدر هنا اقطع قدام الميديا مانيوس لما اكون عايز ادخل فيه كانيولا يعني اي ام شور ان هو موجود كونستنت بروتيشن ليه ان فرانت اوف ذا ميديا مانيوس وبعد كده اسنج على الميديا سايد الني والايه والساي لحد ما ايه يخش على الايه فيمورال عن طريق الايه السفنس اوبري عن طريق السفنس اوبري اللي هي فتحه في الفشل اقول عنها بقى. طيب بعد كده ارجع هنا بقى حاجه مهمه سوبرفيشال انجوانا ليمفيوز عندي منها نوعين هي سوبرفيشال موجوده فين؟ في السوبرفيشال فاشيا اوف ذا سايد زي ما اتفقنا معايا مجموعتين مجموعه فيرتيكال ومجموعه هوريزونتال الهوريزونتال تحت الانجوينال ليجمنت الفيرتيكال الونجز هي ابر اند اوف ذا جيستفنس فين بقولهم تاني مجموعه ميديا مجموعه فيرتيكال ومجموعه هوريزونتال الفيرتيكال فين؟ الونج هي ابر اند اوف ذا جيستفنس فين
ادي الفيرتيكال جروب، ذيس از فيرتيكال جروب، فيرتيكال جروب along the this is the gestatus vein. It is along the upper end of the gestatus vein. احفظها كده كويس قوي بتاعت الليمف نود. يبقى الفيرتيكال جروب موجوده فين؟ along the upper end of the gestatus vein. انتوا اتطورتوا شويه عن ايه؟ عن ما كنا بكلمكم في الاول في السجاد مش معلش مش فاهمين حاجه. فالليمف نود يعني ايه؟ بدرسها اهميتها عشان ايه؟ ان هي دريننج عن طريق الليمفاتكس دريننج اريا في حالات الانفلاميشن وفي حالات الكانسرز. هي في النورمال بتش ايه درين درين النيمف في المنطقه دي وتعمل له بيوريفيكيشن وبعد كده تدخله السيركيليشن زي ما انت خدت بعد كده عن طريق الفصل الباك او رايح لما تيجي تاكل ايه الناحيه دي. لكن هي في حاله انفلاميشن يبقى ايه اللي هو الفيروس او البكتيريا تمشي عن طريقها للدرين نيمف نودز. وفي حاله الكانسر فدي اهميتها هنا. فارجع تاني للفيرتيكال جروب موجوده فين؟ الون قولوا معايا يبقى بالعقل دريننج اللي فاتت بتاعت اللور ليم سوبرفيشال ليم بتاعت اللور ليم خلاص درسنا منها وراحت وبقى كده الهوريزونتال جروب. بص على الهوريزونتال جروب دي الهوريزونتال جروب بيلو اند ايه اند برال الانجوال ليجمنت بيقسموها جزئين إيه؟ جزء لاترال وجزء ميديال. جزء لاترال وجزء ميديال يدرين اربع مناطق الانت السوبرفيشال ستراكشرز اوف ذا انتيريور abdominal wall below the umbilicus. تاني superficial structures of the anterior abdominal wall below the umbilicus. طب هتروح ايه؟ يبقى هتروح فين بقى؟ للهوريزونتال جروب. ماشي؟ لما احنا قسمناها الى ميديال ولاترال. الانتيريور abdominal wall واخد المنطقه كلها يبقى يروح للميديال، الميديال برضه يروح للميديال واللاترال يروح للاترال. معايا؟ واضح كده؟ طيب ثاني حاجه جلوتير ريجن تروح للاترال ست او اللاترال بار اوف ذا هوريزونتال جروب. واضح؟ بقينا حاجتين مهمين الاكسترنال جينيتاليا اللي هو السكروتا والبينس الميل والليبيا ميجورا والايه؟ الاكسترنال جينيتاليا في منهم في ميل هتاخدوها بعدين دي موجوده ميديال مش كده؟ يبقى هتروح لايه؟ بالعقل للميديال بار اوف ذا هوريزونتال جروب. معايا كده؟ يتبقى حاجه مهمه بننساها كتير او كتير من الدكاتره بينسوها وعشان كده يتعب مش حاسس حاجه. ذا انر كانال لسه تاخدوها طبعا بعدين بعد الريكتال في الانر كانال اللي هي قناه الشرج بتنتهي فتحه الشرج ماشي. الانر كانال ديت هي طولها 4 سم هي بتاخدوها بالامبرولوجي لها جزء ابر هاف بيطلع من ايه؟ من الاندودير واللور هاف بيطلع من الايه؟ من الاكتودير. اللور هاف اللي بيطلع من الاكتودير ده از درين انتو ذا ميديال از درين انتو ذا ميديال بار of the horizontal group of the superficial inguinal nucleus. هلخص يبقى عندي ايه؟ اللي هم الفيرتيكال خلصنا منها اللي هو الليمب وموجود على الصفحه الجسم الصيصميه. الهوريزونتال اربعه الانتيريور ابدونال وول يروح لللاترال والميديال بارت على الهوريزونتال ماشي؟ اللي هو جلوتير ريجن لللاترال بار بتاعتها. باقي اثنين اكسترا جينيتاليا يروحوا للميديال ومعاهم اللور هاف اللي هو سكين اوف ذا لور هاف اوف ذا انر كانال. تمام؟ ساعات تلاقي واحد عنده انفليمد هوريزونتال جروب الميديال بار وبعد كده يدور عندك انفليمشن في اللور ليمب مفيش انفليمشن في اللور ليمب جلوتير ريجن سليمه برضه سليمه. طب منين ده كانت فين؟ واكسترنال جينيتاليا بصت اكسترنال جينيتاليا لقاها سليمه. يبقى ايوه برافو عليك. يبقى هو يبقى في هيدن كارسوما سرطان معدي المنطقه اللي شايفينها موجود في اللور هاف اوف ذا انر كانال وعن طريق الدرينج ليها مكبر في كانسر سيلز مشيت في الليمف بيسلز وراحت لايه؟ للميديال بارت اوف ذا هوريزونتال ست اوف ذا سوبرفيشال اندوال ليمف نود. مش هيشخص الحاله ديت من الدكاتره انا اللي فاهم الكلام ده. اللي عارف ان اللور هاف اي كانال درينج فين؟ للهوريزونتال جروب الميديال سيلز. لكن لو انت ما انت ما بتشخص تبقى حاطط حاجات في ذهنك. اذا كنت حاجات في ذهنك وانت بتشخص هتعرف تشخص. انما مش في ذهنك تشخص ايه؟ شرح حاجه. هو هنا ولا فرق الفرق بين الدكتور الشاطر والدكتور اللي مش شاطر. الدكتور اللي معلوماته يعني ايه كلير وواضحه وكبيره والدكتور اللي هو عنده معلومات سطحيه واي كلام. واضح يا جماعه؟ مهمه جدا وقفت عندها كتير هي خدت منها كتير وارجو كل واحد يكون فاهمها كويس قوي. نيجي بقى جاي دي فاشل مش هتكلم عليها كتير بس بقول لك فيها ثلاث خصائص بتاعتها عشان نبقى عارفينها. اللي هو الخاصيه الاولى ان هي بتعمل لي سبنس اوبننج عفوا تعمل لي
السفنس اوبننج اللي هي اللي موجوده هنا عشان الايجريس سفنس فين يدخل منها والليمباتكس. الخاصيه الثانيه اللي هي تعمل لي ايه؟ تعمل لي الاليوتيبال تراك اللي هو السيجننج اوف ذا لاترال بار الفاشيلاتر من الاليا كريست للتيبيا. اليو من الاليا كريست، تيبيا راح للتيبيا. بالحق شغل مخك وافهم الكلام اللي مكتوب تفهم منه حاجات كتير قوي. اليوتيبال تراك ربنا عملها ليه؟ ربنا عملها ليه؟ عشان يخلي وريثس ماكسيمس اللي هي موجوده فوق في الماسكه في الايه في الفيمر تشتغل على التيبيا. مين عند التيبيا مش هتشتغل على الدم ده؟ عن طريق اليوتيبال تراك. فربنا خلى ثلاث ارباع السوبرفيشال بار اوف ذا اللي هو وريثس ماكسيمس انزلت لليوتيبال تراك ماشي ودت الفاشيلات ينزل ليها. فالاثنين دول عن طريق التراك يعملوا فيكسيشن اوف ذا فيمر وايف كده اللي هم اللي هو الكوادريسبس تعمل اكستنشن. لما تعمل اكستنشن كده هيشتغل عشان هيتعبوا لوحديهم. ممكن بعد شويه لما يتعبوا هيبقى هقع كده. فربنا خلي عن طريق اللي جوه التراك الوريث الماكسيمس وديت الفاشيلاتا يبقى لهم طول خفيف يقوم ايه يساعدوا ويخففوا الضغط شويه على الايه؟ على الكوادريسبس في الراس. واضح؟ الخاصيه الثالثه والاخيره ان هو الدي فاشيا او الفاشيلاتا بتقسم الساي عن طريق الانتر فاسكولار سيبتا الى سي كومبارتمنتس اللي زيكم عارفينهم الانتيرو كومبارتمنت والميديال والبوستيريو. واضح؟ لا طبعا دي احنا عارفينها عشان احنا ايه خلاص قلنا الكلام ده. الانتيرو كومبارتمنت عايز افهمك الايه التومور ترانجل. التومور ترانجل في الابر بارت موجود. التومور ترانجل الايبس بتاعته مكمله تحت مع الايه؟ مع الادكتور كانال. لان في بيحصل خلط بعد كده بين الادكتور كانال وبين الفيمورال كانال. ادي الفيمورال كانال اهي. عفوا. هنا وفي الصوره حتى في الصوره دي كمان. الفيمورال كانال هي ده جزء من الايه؟ من الفيمورال شيس. انما الادكتور كانال في الصوره اللي فاتت دي حاجه ثانيه خالص مختلفه اهي. واضح يا جماعه؟ واضح الكلام ده؟ ما هو ساعات الامور تبقى انت ايه؟ انت عارف بس الدنيا ملخبطه معاك، عايز ايه تثبت الدنيا مع بعضها. فالفيمورال كانال غير الادكتور كانال. الفيمورال كانال كانال صغيره موجوده في الميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيس. وبنتكلم عنها عشان ايه؟ عشان الفيمورال هيرنيا. انما الادكتور كانال ده جزء في الميدل بارت اوف ذا ساي. بيوصل بين الايبكس اوف ذا فيمورال ترينجل والموبيليتيال ايه فرصه تحت. او الموبيليتيال الفرصه او الاوبننج ان ادكتور ماجنس اللي هي بيطلع منها الفيمورال الارضي يبقى موبيليتيال الارضي زي ما خدتوها مع الدكتور وجدي. ماشي يا جماعه. فهنا ارجع هنا بقى للايه؟ الفيمورال اللي هو الفيمورال الايه؟ ترينجل. في هنا الفيمورال فيسلز ادي الفيمورال شيس اللي فيه الفيمورال ارتي والايه؟ والفيمورال فين؟ والفيمورال نير ومعاه حاجات ثانيه مش مهم بركز في كل الحاجات دي كلها. طيب يهمني الميديا كومبارتمنت هنا بسميه طبعا الفيمورال شيس اتقسم الى 3 كومبارتمنتس عن طريق ايه؟ 2 سبتا من الانتيريور وول والبوستيريور وول 2 سبتا قسموه الى 3 كومبارتمنتس. اللاترال فيه ايه؟ فيمورال قولوا معايا ارتي والانترميديال فيه فين؟ والميديال فيه اسمه ايه؟ الفيمورال كانال. الميديال اسمه الفيمورال كانال. الفيمورال كانال فيها ليمف نود بنسميها ليمف نود اوف كلوكيه. اللي ينسى الاسم بتاع كلوكيه ده الخواجه يقول فيمورال ليمف نود ومعاها شويه ايه فاتي تيشو ومعاها ايه اللي هو ليمفاتكس. فايه المنطقه دي تعتبر ويك لان الايه المنطقه الايه اللي هم الفيمورال ارتي والفين بيبقى الفاشل اللي هو الفيمورال شيس لانتيريور وول وبوستيريور وول. انتيريور وول ناحيكم كده من الفاشيه ترانسفيرسالس والسيريور وول فاشيه الياكه. فبيجي في اللور بارت بتاع الايه شيس بيقفلوا مع بعض وفيوز مع الادفنتيشن. عرفتوا يعني ايه ادفنتيشن بقى؟ بتاع الادفنتيشن بتاع الفيمورال ارتي والفين اللي هي قويه. فبالتالي اللاترال كومبارتمنت ده والانترميديت سترونج فما بيحصلش فيها هيرنيا. انما الميدال كومبارتمنت ما فيهاش ايه؟ لا فين ولا ارتي يعني ما فيهاش ادفنتيشن. فيها ليمف بيسلز. ليمف بيسلز ما لهاش ادفنتيشن او لو في ضعيفه جدا. فتلاقي ان الانتيريور بوستيريور وولز اللي هي الفاشيا ترانسفيرسالس انتيريوري والفاشيا الياكا بوستيريوري الفيوجن بتاعهم ضعيف. فعشان كده ايه تقدر لو في هرنة تنزل تقوم سيبريت دوت وتنزل ايه لتحت لان لو هي قويه حتى لو هرنة نزلت تقف في المكان ده. لكن لان هي منطقه ضعيفه بوتنشال ويك اريا. كمان الفيمورال كانال لها فتحه هي على شكل تراينجل. هي على شكل تراينجل الاور اند بتاعتها فتحه للابدومينال كافيتي فتعمل لي فيمورال رينج.
فومارينج ديت هي مكان الفومارينج ديت. فومارينج ديت اركز عليها بقى واعرف هي بتتكون من ايه او يعني ايه حدودها. ادي هنا الفومارينج اهي دي سلسله الفومارينج حدودها انا كاتب لك اهو 3 ليجامنتس والفومارال فين. الفومارال فين از لاترال خاصين منه. الليجامنتس اللي حواليها انتيريلي انجوينال ليجامنت وستيريلي لاكنر ليجامنت. اللي يحب يحط سبيرمجراس يحط انما لو كده عشان تحفظ احفظ 3 ليجامنتس. ميديا ليها اللي هو الليجامنت المهم جدا اللي هو ده لاكنر ليجامنت اللي هو ده شارب فري مارجن اوف ذا لاكنر ليجامنت. بقول شارب فري مارجن الليجامنت ده سترونج ليجامنت وده يبقى مسؤول عن الهيرنيا ديت. بعد كده بس الهيرنيا هنا تبقى سترانجوليتد زي ما قلت في الصوره اللي جايه دي. هيرنيا يعني ايه؟ هيرنيا انه جزء من الابدومينال كونتنت خرج بره حدوده الطبيعيه. يا اما خرج بره حدوده الطبيعيه في الابدومين او نزل للايه للايه للصايع عن طريق الفيمورال ايرنج. الهيرنيا بتتكون من ايه؟ في ساك كيس وداخله كونتنت وليه كفرنس. لو ركزت معايا هنا بصينا ادي ايه؟ ابدومينال وول وادي هنا السكن مش مكتوب عليه حاجه وادي هنا الروتينير. انت خدت بلورا وعرفت انها برايتر لير وفيشر لير وتنام نفس الكلام هنتكلم عنه بعدين. فهنا الساك بيتكون من برايتر بروتينير. بيتكون من ايه؟ برايتر بروتينير. يبقى ادي الساك برايتر بروتينير. الكفرنج اللي هو الايه؟ ابدومينال وول والسكن فوق منه. الكونتنت غالبا حته من الانتستين اللي هي متحركه زي ما في الصوره اللي جايه دي زي ما في الصوره اللي اهي. ادي جزء من الانتستين اهوت ايه ده داخل هنا فعمل لي الهرنيا تمام؟ فيمورال هرنيا. الفيمورال هرنيا بتبقى مور كومن ان فيميل عن الميل لان الفيميل بيلبس وايدر وبالتالي فيمورال كانال اوسع ماشي فعشان كده مور كومن ان فيميل. الفيمورال هرنيا لانها محاطه بثلاثه ليجامنتس اللي هما الانجوينال انتيريوري ولاكنر ميديالي وبكتينيال ليجمنت لاترا بوستيريوري ولاترا كمان في فيمورال فين فهي حدودها مزنوقه. فبالتالي لما يبقى في لوب ينزل هنا من الهرنيا ينزل هنا يبقى لا يبقى يحصل له يتخنق يعني يحصل له سترانجوليشن. لما يتخنق في هذا المكان البلاد فيسل بتاعه يحصل له ايه؟ ينضغط عليه الارتري فيحصل نوع من الاسكيميا. فعشان كده وبعد كده يعني بيسموها سترانجوليتد هيرنيا. ولو ما تدخلتش فيها باوبريشن وانك ايه تقطع الليجامنتس وتخرج الهيرنيا من مكانها وبعد كده تقفل المكان يبقى هيحصل في ايه؟ هيحصل جنجرين جزء من الانتستين هيموت. فعشان كده اللي هو العلاج بتاعها دايما ايه؟ اولويز سيرجيكال ايه؟ سيرجيكال ايه؟ تريتمنت اولويز. ما ينفعش فيها انك ايه؟ انك ترجعها كده بايدك وخلاص. نعم؟ ايوه لا لو فيها انتستين لو موجود ماشي دكتور. هي وبتبقى كمان ريديوسبل ولا وهي ريديوسبل لسه بكمل كلامي. يبقى هي ريديوسبل يبقى الفيمورال هيرنيا مور كومن ان فيميل ريديوسبل هيرنيا لان المنطقه ضيقه ولا يحصل لها سترانجوليشن. عشان كده التريتمنت بتاعها يبقى لازم ايه اولويز سيرجيكال تريتمنت ويبقى ايه يعني اول ما فيميل عندها فيمورال هيرنيا وبدات تشتكي من الالام على طول اوبريشن على طول. ما ينفعش ايه يعني ايه اجرب معاها ايه ريديوسبل ما ينفعش كان دايما مع حاجات ثانيه. طيب فهمنا الفكره هنا يا جماعه ولا حته. طيب انا عايز افرق بقى ايه لما يكون عندك في ماس موجوده في الانجوانا ريجن في كذا حاجه يعني ايه ممكن تكون فيمورال هيرنيا او ممكن تكون انجوانا هيرنيا جايه من قبل من فوق ما هي بطل الفيمورا من قبل بس نزلت تحت الايه نزلت فيمورا كانال. انما الانجوانا الانجوانا هيرنيا يبقى ماشي بحاجه اسمها انجوانا كانال انا اخدها في قبل. الاثنين يفرق بينهم ادي عندي هنا الانجوانا ليجامنت في صوره غير دي بس انا ايه ما جبتهاش اللي هو الفيمو الانجوينال هيرنيا تبقى موجوده علاقتها بالانجوينال ليجمنت فوق الانجوينال ليجمنت ماشي. طيب انما الايه فيمورال هيرنيا تحت الانجوينال ليجمنت. طب انت هتعرف الانجوينال ليجمنت ازاي؟ تحس هنا الانتيريور سوبيريور اكسباير واحس بالجزء اللي كنت بشوفه قبل كده وخد خط من الاثنين اللي فوق الخط يبقى ايه؟ الانجوينال واللي تحته يبقى ايه؟ فيمورال. حتى كده كويس. طيب لو الانجوينال بعد كده كبرت ونزل على السكروتم ما هي هتعدي من تحت هتعدي الانجوينال ليجمنت يبقى في الحقيقه تعمل ايه؟ ينفعنا الصوره دي بقى يبقى النك بتاعتها النك بتاعتها تبقى اباب اند ميديال النك اباب اند ميديال ليجمنت. انما النك اوف ذا فيمورال هيرنيا اولويز اولويز بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. يا ترى واضح؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ تاني اقولها تاني. الفيمورال هيرنيا والانجوينال هيرنيا هي لها حالتين. لما تكون الانجوينال هيرنيا لسه بدايتها هتبقى فوق الانجوينال ليجمنت. انا خلاص يبقى حاجه فوق الانجوينال ليجمنت
عملت رسمت الانجوينر جامد بايدي، اللي فوق منه يبقى انجوينر واللي تحت منه فيمرال. لكن لو الانجوينر كبرت ولبست السكروتم بقى تحت الانجوينر ليه جامد؟ يبقى بص هنا على البيبي تيوبر كده اللي ابا اللي بلو ولاتر بيبي تيوبر كده اللي هيبقى ايه؟ اولو سبرايزرنيا. اللي ابا اللي هو بالنسبه للنك بتاعي بقى لان في جزء من الهرنيا تحت، يبقى هنا الفيصل بتاعي النك اوف ذا انجوينر هرنيا. النك اوف ذا انجوينر هرنيا ابوف اند ميديال تو ذا بيبي تيوبر. واضح يا شباب؟ طيب يبقى كده انا بتكلم سريع ولا اوكي ماشي معايا؟ ماشي؟ طيب ده الفيبرال هيرنيا. طيب يبقى ده اول حاجه كلمه ديفرنشال دايجنوزس، يعني مثلا يجي لك ايه؟ يقول لك عجلك بعيان. كلمه ديفرنشال دايجنوزس ده هتلاقيها كثيره بعد كده في الجراحه او في البطنه. ايه دي يعني ديفرنشال دايجنوزس؟ يبقى ايه؟ واحد عنده مثلا انجوانا ريشن، ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى في انجوانا هيرنيا، ممكن تبقى انجوانا هيرنيا واتكلمنا عنها. ممكن تبقى حاجات ثانيه، ممكن تبقى ليه تبقى ايه؟ سوس ابسس. السوس ميجور حواليها سوس ايه؟ فاشيه. الفاشيه ده ماسكه من الاوريجن فوق، من الاوريجن فوق لغايه الانسيرشن في الليسر ايه؟ تروكاتر او بلاتينو في الناحيه دي من الليسر. فيبقى هنا وهي طالعه من لمبر فيبرا التيبي في الدرن، مرض الدرن او السل يعني، بيبقى ياخد منطقه اللمبر فيبرا ماشي، وبعد كده بيطلع منه مادي بند عامل زي الصديق بس بيسموه ايه؟ يعني ايه؟ بتوع الباثولوجي اسمه ايه؟ بيسموه كل ابسس صديق، لكن العيان بيبقى شعر ما بقاش عنده زنس انفورميشن. يعني بيسموها كولد ابسس. كولد ابسس فيطلع منها، تطلع الماده انها تمشي هنا في السواس في سيس تنتج انفورميشن لحد الانسيرشن، فيبقى جزء من السواس ايه؟ ابسس موجود فوق اللي هو الانجوينال ليجمنت. طبعا ده داخل قوي انت مش هتشوفه، انما انت شايفه كل اللي تحت ده، اللي جزء اللي تحت ده اللي انت شايفه، شايف ده ماشي. فاصبح يخش في ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس اوف ذا فيبرال هيرنيا او اوف ذا ايه؟ اوف ذا هيرنيا يعني او فيبرال هيرنيا ماشي. تفرق ازاي؟ تعمل العيان اكس راي تلاقي في الابن في الايه؟ لمبر فيرتبرا، تلاقي اللمبر فيرتبرا ايه؟ مكسره ومطيره جديده على عينها، يبقى في بصل في المنطقه. واضح؟ لكن في الهرنيا تعمل اكس راي تلاقي الايه؟ اللمبر فيرتبرا سليمه. والعيان هيجي لك مثلا ايه؟ اذا كان هو بياخد تريد يعني انا بتعالج من الدرن، اذا كانت شخصت يبقى انت تعمل ايه؟ اكس راي وتشوف اللي هي ايه؟ اللمبر فيرتبرا فيها متكسره، لان في جيل غياب اللمبر فيرتبرا بيبقى زيه زي الدرن زي السرطان. لكن الفرق بينهم ان التي بي يقول لك از كيورابل، ممكن علاجه بادويه، انما الكانسر نون كيورابل. طيب ايه كمان يفرق عليك؟ سفنس ايه؟ سفينه بارك جزء سفنس فين؟ في الابر ان لو في طبعا اللي هو البلبس مضروبه، طبعا انا البلاد ماشيه جايز جرافتي، فالبلبس يمنعه ان هو ينزل تاني. فلو البلبس مش يعني ايه متكسره او ويك حاجه زي كده، هيتجمع بلاد في الابر اند اوف ذا ايه؟ جزء سفنس فين؟ في المنطقه دي، فيبقى ايه؟ نسميها ايه؟ سفينه بارك. افرق ازاي؟ بص على الراجل اللي رايح من تحت، هتلاقي فيه دايجيتيشن في البنت موجوده تحت، انما في حاله الايه؟ في حاله الهرنيا موجوده في المنطقه دي بس. ايه اللي بيلعب بينهم ان ايه؟ ان تقول عيان كح، لما بيكح يعني كف الاثنين بيكبروا. الهرنيا بتكبر لانها بتنزل في الفيمور في الانجوينر او الفيمور رينج ماشي، وده بيسبب الباركس بتكبر ليه؟ لان لما بتقول له كح بتزود انترا ابدومنا بريشر، فبالتالي الفينس دريلش او الريتيرن بيقل فتتجمع في الايه؟ لكن تفرق بص على رجليه من تحت اهوت، هتبص على رجليه تلاقي فيها اماكن اخرى فيها ايه؟ فيها باريس موجود. يعني مكان الهرنيا او مكان البالكس هنا ايه في باريس اخرى موجود. الحاجه الاخيره تقريبا الموضوع دوت اللي هو انوريزم اوف ذا فيور ايه؟ ارتري. فيور ارتري يبقى لو في اونس وول وعمل انوريزم اسمه انوريزم ده ابنورمال طبعا، هتجد يبقى ايه؟ بالسيتنج. حتى لو حطيت ايدك مثلا على ريزر بالس هتلاقي بعد انت دلوقتي خدتوا الماسكر، حط ايدك على ريزر بالس على سبيل المثال تلاقي ومع دوت ايد هنا وهنا هتلاقي ايه بقى ايه بالسيتنج مع بعض، الاثنين ايه نفس البالس فيهم او قريب من بعض، بالسيتنج ايه اريا او بالسيتنج ايه ماس، يبقى ليس ايه تشخص انوريزما او تكمل ارتري تبقى في مكان في المنطقه. وبعد كده تعمل له ايكو بعد كده ايه تاكد او تشوف الفيلم ده. واضح يا جماعه؟ فالديفرنشال دايجنوز اوف اي ماس ان جوانتر ريجن نمبر 1 انجوينال هيرنيا، نمبر 2 فيمورال هيرنيا، نمبر 3 اللارج ليمف نود، انا قلتها ولا ما قلتهاش؟ الصوره بتاعتها
انجوانا نيف نود هتلاقيه بيبقى اكتر من واحده، واذا كان في انفلاميشن هيبان في انفلاميشن. لو لقيت نيف نود ما فيش انفلاميشن ايه فكر بقى اللي قلنا فيه ايه كانسر في اللور ايد وكده. ماشي، ده كده بالنسبه للماس المنطقي. عدي بسرعه على الماسلز مش هنتكلم عنها. ماسل الدرفات الدساي عندنا كوادريسبس اربعه عاملين زيته، ثلاثه فاسكاي فيكتا سيمونس ومعاهم الكالكوريوس. ماشي نعم، وايه سورس. طيب كلهم ارصى بايت بايزي تمرارتين كلهم. وبعد كده الايديوس واس تعمل فليكشن زمين فليكسو، الباقيين كوادري سيكس تعمل ايه اكستنشن اوف ذا ايه اوف ذا ني جوينت. طيب انا عايز نرجع حاجه بس، الباسطس ميدياس، الباسطس ميدياس ادي كوادريسبس مسك في الباتيلا وعمل في جنب الباتيلا. الباسس ميدياليس تعمل اكستنشن للفوبرامجري للباتيلا اسميها ميديا باتيلا فنكلا، والتراس تعمل لاترا باتيلا فنكلا. ماشي، فايدتهم ايه؟ اثناء الاكستنشن اوف ذا ني الباتيلا عايزه تروح لاترا يحصل لها ديسبليسمنت، فيبقى ايه؟ الميديال باتيلا فنكلا بتاعت الباسس ايه؟ ميدياليس تمنع الايه؟ الباتيلا انها تروح لاترا. واضح؟ عملها لك بالاحمر ايه؟ بذا ميديال باتيلا ريتناكلا اللي هي اللور فايبرز اوبزي باسس ميديالس دي سترونجر ذان دي اللور فايبر بتاعت اللاتيرالس، لها فانكشن مهمه بريفنت لاترال ديسبليسمنت اوبزي باتيلا ديورنج نورمال اكستنشن اوف ذا نيف. واضح يا شباب؟ هل دي شورس؟ نعم. الاكشن بتاع ايه؟ الاكشن ات بريفنتس لاترال ديسبليسمنت اثناء اكسجين بانيه الباتيلا عايزه تروح. ماشي، مع الدورال كونتايت ان هي موجوده على الدورال كونتايت، فربنا عمل ايه؟ عمل اتنقل فيه في الباتيلا قمت شد الباتيلا تقول لا اثبتي ما تروحش لاترال. يبقى بريفنتس لاترال ديسبليسمنت او الباتيلا ديورنج اكستنشن اوف. هذا الايليو سورس عادي اجينا بقى للكورنر اثنين. الفومر نير كلكم عارفين طالع منين؟ من لامبر بريكسس ال 2 و 3 و 4 الدورسال ديفيشنز، لان هتكلم بعد الاوكليتور هيطلع من نفس الروت فاليوز لكن الفنتر شفتوا في العمل كلكم ان هو يبان لك من الايه؟ بين اللي هو ما كنتش عايز اقلب تقلب وبعد كده الدنيا ماشيه بالعكس كده. ادي هنا اهو موجود من الشوز الياكس نزل على طول بيدي حاجات في الابدومن، يدي الياكس في الابدومن، واول ما ينزل على طول يدي بكتينياس برانش، وبعد كده يتقسم الانتيريور ريفيجن وبوستيريور ريفيجن زي ما في الصوره اللي جايه. فبيدي هنا فوق في الابدومن اداني الياكس، تحت الجوانا ليجمنت فاول ما دخل السايت وهو نزل شويه يدي بكتينياس، وبعد كده في ايه؟ يتقسم الانتيريور ريفيجن وبوستيريور ريفيجن، يدوا خمسه مصنز الاربعه بتوع كوادرسيبس ويدوا ايه؟ سارتوريوس مصنز. ماشي؟ أقول لهم تاني؟ فور نير يدي برانشات بتاعته، يدي في الأبدومن، يدي للإيه؟ للياكس مصر، هو في الأبدومن. أول ما يخش تحت الجوانب الليجمنت في السايد يدي الياكس، يدي عفوا بكتيناس. بقى كانت أصلا هتيجي ريفيجن وبوستيريور ريفيجن، يدي الكوادريسيبس الأربعة هيدز أو الأربعة مصرز مع الإيه؟ سارتوريوس. ويدي ايه؟ كورتينس شويه نتوب من شويه اللي هم ميديال كورتينس وانترميديال كورتينس نيرف اوف ذا ساي، ويديني ايه؟ صفنس اللي هو صفنس نير صفنس نير. ويدي الجوينتس الهيب عن طريق التسيمورس، ويدي الني عن طريق الايه؟ البرانش اللي راحت للباسكاي. ماشي؟ وادي صفنس نير اهو ده من البوستيريور ريفيجن، دخل الفيمور دخل بعد تعمل الفيمور ترانجل دخل الادكت كانال، وبعد كده طلع ان هي فروم سيرفر رانش مشي على الميديال سايد اوف ذا نين اند ليك، وانتهى فين؟ بيكتو. فين في البيكتو؟
ميتاتارسو فالانجيال جوينت اوف ذا بيك تو. مهم الكلام ده. ميتاتارسو فالانجيال جوينت اوف ذا بيك تو. يقف عند اللي بنسميها الجول اوف ذا بيك تو. حته كبيره من الايه؟ نعم. الفيمر الباين اول ما ياخد الصف الاوبننج. الفيمر ايه؟ الفيمر الباين. ملوش علاقه بالصفنس اوبننج. لا لا. السفنس اوبننج يا جماعه خاصه بيه. الجريس سفنس فين يخش منها على الفيمورال فين والتريبيوتريس بتاع الجريس سفنس فين في منها يا اما تخش يا اما تخش فيه وبالتالي تخش بعد كده على السفنس اوبننج او تخش لوحدها على السفنس اوبننج ويطلع منه السوبرفيشال جوانال ارتريس اللي هما سوبرفيشال سيركمفيكس الياك سوبرفيشال بيجاستريك سوبرفيشال ايه اكسترنال بودندال. هذا كل ما يتعلق بالسفنس اوبننج ماشي. لكن السفنس نيرف سؤال كويس برضك. السفنس نيرف ملوش علاقه بالسفنس اوبننج. سميناه سفنس ليه؟ لانه ماشي مع الجريس سفنس فين. واضح واضح سؤال كويس. تاني السفنس نيرف اللي بيسال هو بيخش في سفنس اوبننج هاز نو ريليشن ات اول وذ سفنس اوبننج. امال ليه سميناه سفنس؟ يقول ترانزيت ذا سيم كورس اوف ذا جريس سفنس فين. فمصاحب ليه فسميناه سفنس نيرف. واضح. الفيمورال نيرف انجن يا اما كار اكسن او فراكشر بلبس او انتي دوستيكيشن اللي هو ريتش كوارتر. الفيمورال نيرف لما يتقطع يبقى الكوارتر سيت مش هيشتغل يبقى ذا بيشن كان نوت اكستند هيز نيد. ماشي؟ كان نوت اكستند هيز نيد. طيب ويبقى عنده سنسري لوس فين؟ في الانتيريور والميديال سايد اوف ذا سايد. وبعد كده بعد كده قالوا لنا كورس اوف ذا سفنس نير ميديال سايد اوف ذا ليج والفوت تيل ذا بيج تو. يعني واحد كده واخد تروما في البلبس كده وبعد كده انت عايز تعرف من الاول كده يا ترى الفيمورال نير اتقطع ولا اتقطعش. تعال عند البيج تو اللي هو ميديال سايد بيج تو وايه شكشكه كده بدبوس. اذا حس عفوا قبل ايه قبل الجول اوف ذا بيج تو يعني ميديال سايد اوف ذا فوت. اذا حس يبقى في فيمورال نير موجود. ما حسش الموضوع ده يبقى فيمورال نير ايه أنا مش سامعك. سي بي معناها إيه؟ كلينيكال بيكتشر. سي بي معناها كلينيكال بيكتشر. برضه كويس سؤال كويس. كلينيكال بيكتشر. نعم. ماشي؟ ها؟ ماشي؟ اي سؤال هنا؟ ده من ال سوبرفيشال كورنيال نير طول الوقت بعد شويه. هنا دي حاجة مهمة ليه؟ اللي هو حاجة اسمها ميرارجيا باراسيتيكا. دي حاجة خاصة باللاترال كورتيكال سيلفوزاسال او اللاترال فيمورا كوتيلاس نير قلت لك اسمها قال ايه؟ بيرنينج فين ان ذا اوتر سايد ان ذا اوتر سايد نتيجه كومبريشن اوف ذا لاترال فيمورا كوتيلاس نير اللي هو خط بين قوسين لاترال كوتيلاس نير قلت لك اسمه لاترال فيمورا كوتيلاس او اللاترال كوتيلاس نير اوف ذا سايد في بيرنينج فين في منطقه الايه؟ السيسور ديستريبيوشن بتاعه نتيجه ايه؟ اللي هو اللاترال فيمورا كوتيلاس نير ضغطت عليه ينضغط عليه بايه؟ واحد لابس حزام حزام طيب او شاب جامد كده فيضغط عليه يضغط له ايه؟ اوبن زي جوانا نجم. في ميل بريجننت في الاشهر الاخيره الهيد وهي نادت على الفيتس تضغط عليه ماشي؟ لو كان في كانسر في الموجود او اوبستي أو يعني ايه؟ ويت جيم او في كانسر في المنطقه دي اي حاجه تضغط عليه تعمل لي ايه؟ بين الونج ديستريبيوشن اللي هو زي اللون الاحمر ده كده في الاريا يبقى نسميها ميرالجيا باراسيتيكا. بيرنينج بين along the sensory distribution of the lateral femoral cortical nerve او lateral cortical nerve of the side. الدكتور كان اللي احنا خلينا نتفرج بقى كده في بس عشان كده هي عندي بقى الميديا جروب. الميديا جروب الادكتورز الادكتورز اللي هم ايه؟ لونجس وبريفس وبيوبك بار بيوبك بار اوف ادكتور مارجنس مش كل الادكتور مارجنس ومعاهم ايه؟ جراسيلز ماشي؟ سبلايد باي ذي اوبتيوتر نير اوبتيوتر نير. طيب ادي الراجل بتاعهم سيشن مش وريك ديت اجي هنا الاوبتيوتر نير اهوت
سبلاينج ايه بيتقسم توتال نير طالع من اللي هو ال 2-4 البنتر ديفيجنز ويطلع من الايه من البلبس عن طريق اوبتيوتر الكنال عن طريق اوبتيوتر الكنال ماشي يتقسم الى من الادكتور بريفس الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن الانتيريور ليد الادكتور لونجس وبريفس وجراسيلس لونجس بريفس جراسيلس دي بي ال عندك هنا الصوره اللي بعدها كده نعم لا انت احفظهم بقى الانتيريور بوستيريور عشان الحاله اللي جايه دي اهي الانتيريور ديفيجن يديه هذا مثلا دي سي بي ال احفظها كده جبل ادكتور لونجس وبريفس وجراسيلس البوستيريور ديفيجن يديك بار فتات بانا وما وجود الاكسترنس الاكسترنس دي ممكن تتجاهلها مش مشكله اصلا الحاله اللي جايه بقى اللي هي الناس اللي عندهم سيريبرال باراليسيس او سيريبرال فورس واحد عنده عضلات المصرف يعني ايه سيريبرال فورس شلل في الدماغ طبعا في كلام كتير عنه ما لكش علاقه بيه حتى بس جبت لك الاسم حتى لك بالعربي عشان واحد عنده كده فبص ليه عنده المصرف فيها تون عالي فيها كونتراكشن فمن ضمن الحالات يبقى فيها الادكتورز تبقى عامله ايه اسمها ابنورمال ايه سيزور جيت اللي هو نتيجه ايه الادكتورز فيها كونتراكشن جامد عامله ادكشن جامد بيبقى رجلها عامله زي المقص مش عارف يمشي يعني ايه ومشدود مش عارف يمشي مشدود جامد اسمها ايه ابنورمال سيزور جيت سيزور على شكل عامله زي المقص وجيت مش عارف يمشي ماشي عامل كده طبعا يعني مش عارف يمشي تعبان فده بيحتاج اوبريشن انك ايه تيجي تقطع الايه كينيتوميتوزيت ميز تو كات ذا تندون حتى ترونجس لانها عضله قويه تقطعها دي خالص حتى ترونجس تندون اسمها كينيتوميتوزيت وتقطع كمان انتيريور ديفيجن عشان تتاكد ان اداه ترونجس كلها بارالايز والاداه بريمس بارالايز والجراسين بارالايز وبعدين ده ممكن ايه يخفف الحاله يبقى كويس يعني ايه اللي عليها مش بعد كده ويبقى ايه زي ما انتم شايفين ان الحاله ما تقدرش تنجح يعني كده ايه اللي هي في مش بار اداه ترونجس هو وجود القوه ماشي طيب لسه الحاله جديده كمان ومش قادر هو يستجيب تقوم تيجي على البوستيريور ديفيجن بتاع الدكتور نير بتعمل فيه ايه؟ ما تقطعوش تقوم ايه تفرمه كراش كده انا قعدت ادور على حاجات ما بعرفش ايه الموضوع كراش تفرمه يعني بتسيب الايه بالفرصه كده تبطل عيان تقعد ايه تمسك كده عليه كده لحد ما تفرمه كده لما تفرمه كده انت وقفت شغلته ايه؟ يعني ايه؟ مؤقت من الله يبارك فيه هيقوم الحاله ديت ايه؟ يدي الباسط ايه؟ تبقى ريلاكس الايه؟ الدكتورز ويقدر العيان ايه؟ يعني ايه؟ يمشي والحاله تفك منه شويه وبعد كده بخلال 3 اسابيع او 4 اسابيع النيرف يحصل له ريجنريشن وهيشبع بس الايه في بوك بار فقدرت تخلص يبقى ايه تعمل له مش هو عايزه بيكون ايه ويبقى خلاص ان ايه اب نورمال في نور كده ايه بقول تاني يبقى هنا في حالات الاب نورمال سيزر جيت حالات اللي هو ايه سيزر بورسي العيان من الابدكشن الجامد مش عارف يمشي فانت بتعمل له عمليه تتكون من جزئين اذا كانت حاله خفيفه تعمل له تينيتومي تقطع التندر بتاع الادكتور لونجس اللي هي اقوى من البريفس وتقطع الايه اللي هو الانتيور ديفيجن عشان يبقى فيه لا لونجس ولا بريفس ولا جراسيس وتسيبه شغال من ايه؟ من تيجو فاك وبطاطس مارس على بوستيريور ديفيجن لو لسه الحاله جديده عليه معلش هتعمل له اوبريشن ثاني وتعمل له اوريك حاله قوي سيفير الحاله بقى اوبريشن حاله خفيفه ولا جديده؟ تعملوا في ثواني ده من شاف الحاله جامده وجيده قوي يبقى تعملوا في الايه؟ وان سيتي تعملوا الايه عمليتين مع بعض ثم تيجي على بوستيريور ريفيجن تعملوا كراشنج اوف ذا بوستيريور ريفيجن وبعد كده تقوم ايه؟ تو اوفر كاب ذا سبازم الموجود وبعد كده يحصل ريجنريشن ثاني في بوستيريور ريفيجن وترجع البيبيك باب اوف ادكتور ماجنس تشتغل تاني. طيب ده اول ايه؟ اول بلوك بس هو اطول واحد تقريبا ميل اكسنسر اوف ذا هيب جوينت سبيشلي هو الفورس ان باي او نيد واحد ايه رانن جامبن واحد قاعد على كرسي وعايز يقوم محتاج ايه
فورس ماجنس بتاع ماجنس. لما حصلها براسس المصر ديت يبقى العيان يعاين الحاجات دي ما يقدرش يقوم كان نوت رايز فروم سي كونديشن وده سبورت يجي اي مكان مش قادر يقوم قوم يا عم عايزين دي تعمل لك كونتراكشن مش قادر يقول لك خد ايدي امسك خد ايدي يعني ايه ساعدني يبقى هي ودي حاجه اساسيه من الحاجات دي اللي هو باراليسيس اللي هو انابيلتي تو ستاند اب فروم سيتنج بوزيشن وداوت سبورت مع الويب اكستنشن اثناء الايه جامبنج بس تبقى باينه ايه الثانيه اللي هي باينه متخيل بدات بيها ان هو قول له اقعد وقول له قوم مش قادر يقوم يقول لك خد ايدي مش قادر اقوم يبقى ده شخص عنده هو ايه عنده جلوتيوس ماكسيمس ايه باراليسيس دي تتفاجئ قلناها قبل كده مفيش مشكله ميديوس ومينيموس اجي بقى الاكشن بتاعهم الميديوس ومينيموس ماسكين فين ماسكين في الايه جريتر تروكانتر المينيموس في الانتيريور ودي في اللاتر الاكشن بتاعها من ايه من اللي هو الهيب بول ادي هنا ادي الاوريجن بتاعهم ده الانسيرش المصر دي سبلايد باي ذا سوبيريور جلوتيال نير الميديا والمينيموس والتنسور فاشياتا سبلايد باي ذا سوبيريور جلوتيال نير الماكسيمس لوحديها بالانتيريور جلوتيال نيرف لوحديها فالميدياس والمينيمس هما الاكشن بتاعهم لما هشد الاوريجن الانسيرشن الاوريجن الاكشن بتاعهم اللي هو الطبيعي يعمل ايه؟ ابدكشن اند ميديا روتيشن اوف ذا سايد لما ثبت الانسيرشن يشتغل على الهيب بون يشتغل على البلبس الحاجه المهمه جدا يبقى مينتين ذا بالانس اوف ذا بلبس انا الصوره ديت ركز معايا عايزكم تفهموها كويس لو فهمتها تفهم الجيب بتاعتها ولما اكون في بقول في ايه اللي يحصل ركز معايا هنا ادي هنا ده عم بقول لك شيء الحياه لازم تعاكس هنا بص معايا كده ادي هنا احنا قلنا الاكشن بتاعهم ابدكشن وميديا روتيشن ده لما يكون الايه انا مثلا واقف على الارض كده يبقى كده عامل ابدكشن دي في الباي بوليس بلس عندي بس طيب انا رفعت كده فاصبح الايه الاوريجن فيكس الانسيرشن بقى ايه هو اللي ايه هيشتغل هيشد الاوريجن ناحيه الراجل ده لما واقف كده الراجل ده لما واقف كده رفع رجله يعني وانا كده كده براند فيو هو ده نفس الصوره دي بس ده من الامام وده من الخلف حطيت لك الاسمين دول عشان تاخد بالك منهم لما ارفع رجلي الشمال يبقى طبيعي بص له بقى من ورا كده هو انا واقف كده في توازن ايه البولي ويت نازل متقسم على التو ساكرو ايليا كرنس ونزل على الرول منه طب انا رفعت واحده البولي ويت هيروح على الناحيه الثانيه الموجوده مش كده يبقى معناها ان بيلبس هيميل على الناحيه هي ايه هيميل على الناحيه دي تمام او بيلبس على الناحيه البارايز عفوا على الناحيه المرفوعه يجد ان هو هيقع اي زقعه انا ما بلبس الناحيه كده بس افرض دلوقتي اي زقعه ما بيحصلش في حاله طبيعيه باي ذا اكشن او بوليتياس ميدياس اند مينيموس بص هنا كده ادي هنا ادي هنا رفع رجله الشمال رفع رجله الشمال ماشي هو راجل نفس الراجل اهو بس بعد الصوره بقى من الخلف يعني ده من الامام وده من الخلف ونفس الصوره فرفع رجله الشمال ففي تندنسي ان البلبس اللي هو الليفت هيب بون ده يقع لان مفيش حاجه ماسكاه لكن ده ما بيحصلش حاجه طبيعيه تيجي الرايت تيجي الرايت ميديا سينيماس يشتغلوا من الانسيرشن اللي هو جروث كوندر اللي هو ثابت يشدوا الهيب بون بتاعهم على كونتراكشن جامد دي عشان ايه يعدل الوضع الايه يعمل بالانس البلبس كلنا فهمنا الحته دي واضح اللي فهم الحته دي فهم اللي بعدها يبقى ان كيس هقولها تاني ان كيس اوف رايزنج وان ليج او وان ليج شو ذا بلبس تندس تو فول اون ذا ايه نان ايه نان سبورت سايد اللي هو المرفوع من الارض ماشي This is prevented by a strong contraction of medius, which is medius minimus, of the opposite side, اللي هو اشتغل ايه؟ اللي هو ايه؟ support المصري، فاشتغل على ايه؟ شد على الهيب بون وعمل ايه؟ ما عملش ايه؟ عمل بلانس للبلبس. واضح كده؟ طيب خد بالك بقى معايا. هبص على الصوره ديت. في الحاله ديت، الحاله ديت، لو المصري يبقى هو رفع رجله الشمال، البلبس بقى اتعادل بايه؟ بالمصري بتاعت الناحيه اليمين. لو المصر بتاعت الناحيه اليمين برا رايس هيطيح
ماشي بيصير على ايه؟ يعمل حاجه ايه؟ اسمها لارشن جيت اللي هو ابنورمال جيت. ليه؟ لان المصر مش شغال. يبقى لما يرفع الرجل هنقول ان الليفت ايه صحيح برالايز ماشي؟ الرايس هو اللي شغال. لما يرفع الناحيه برالايز في سبورت موجود. يا بس ان هو هنا لو الناحيه الرايس سايد ايه برالايز، لما ارفع ديت البلبس مش هيقع الناحيه دي لان الناحيه السليمه شغاله الناحيه الشمال. تمام؟ طيب لما ارفع بقى الناحيه السليمه هي دي المشكله، المفروض الناحيه الايه؟ برالايز تشد، ما بتشدش. فيقوم يبقى البلبس ايه؟ يبقى يحصل له تلت. ها؟ يبقى هو ده عمل كده، تبص تلاقي ايه كده؟ يبقى ايه؟ يحصل له ايه؟ بص كده، يمشي كده، يعمل حاجه اسمها لارشن جيت. لارشن جيت ده بيكون فيه من اللاتر برايس على ناحيه. لارشن جيت وهو لاتر كده، المفروض انا ماشي كده، طبيعي كده. طب الناحيه ديت ايه؟ برايس. يبقى اما اجي ايه؟ ارفع الناحيه السليمه يبقى بودي ويت يجي على الناحيه الايه؟ برايس. فتبص لايه؟ يبقى يعمل كده. على الناحيه ايه؟ برايس. واضح؟ واضح. تمام يا شباب؟ ده في حاله الكيس وفي لاتر. لو ما لاتر بقى الناحيتين يدي الوادلنج جيت. يبقى الوادلنج لما يكون في بايلاترال باراليسيس اوف بوش بوليتس ميلس انفنس الاربعه مع بعضهم يمين وشمال يدي الوادلنج جيت. الصوره اللي هنجيبك فيها البطه دي. يعني مش كل حال براسي بوادلنج، انما لو كان وان سايد اللي هي ليفت ايه اهي بيسميها بوليتس ميلس جيت او تريندر ميجر اللي الراجل وصفها جيت او لارشن جيت اللي هو ايه العرج زي ما وريتكم دلوقتي في الصوره. واضح؟ يبقى باراليسيس اوف بوليتس ميلس انفنس الماس. بوس سايدز على الناحيتين بوس نيرفس القطع على الناحيتين يبقى وادلنج جيت يترنح عامل زي السكران. البلبس يمين ناحيه ويمين ناحيه يمين ناحيه ويمين ناحيه. لو في وان سايد باراليز او وان قطع يبقى في لارشن جيت او ترند برينج جيت اللي هو بيسموها بوليتس ايه؟ ميدياس جيت. بيقول الميدياس اللي هي ايه؟ اللي هي مور اقوى من اللي هي واضح الصوره اللي حاطين مهم جدا الكلام ده. دكتور اذا كان على جهه واحده ايش الحال ايش الحال ايش الجيت تكون؟ ترند لينبرج جيت ترند لينبرج جيت ترند لينبرج الاسم غلس قول ايه جوليوتيوس ميدياس جيت اللي هي لارشن جيت. الروتيتورز تعرف بس اسمها بايروفورمس اثنين جيميناي وروتيتورز انترنس واكسترنس وكوادريس فيمورس. النفس الصلاه بتاعهم ايه اوكي كده خلصنا من بعض بايروفورمس سندروم ده لما يكون السايتك نيرف طالع ثرو ذا بايروفورمس اللي بص ياخد تراك يضغط عليه فيجي بيرنج بين الونج دي باك اوف ذا ساي البطن ذا ساي والليج. بس خد بالك بقى انت الحاله دي بتبقى رير مش اي واحد عنده كده اللي عنده بايروفورمس سندروم لا الموست كومن دور على ايه انت بتبقى تيست الاول اعمل له اكس راي وإذا كانت الفرتبرا ضيقة اعمل له سي تي أشعة مقطعية هتجد إن في بريشر على النيل ولو ما فيش بقى المشخص دي في الآخر يعني ما أشخص في أي حاجة مش أنا بس أشخص بالبوست كومن ما أجيبش الرير الرير أخليه لما أكون مش لاقي له حاجة. بايسبس فيلم بايسبس كلهم سبلايد بايزي سايتك لو السايتك طلع من فوق مقسوم يبقى كلهم سبلايد بالايه؟ برونير ميديا بوبليتيان اللي هو التيبيا نير ما عدا الشورت اللي بايسبس بالكوم برونير. انسيشن اوف سيمي برونيس ماسل المصري اللي انت دي باك اوبسا ميديا كوندايل مش كده اوبسا تيبيا وجزء منها اكسند كان يعمل لي ايه؟ اوبليك وبلتيا اللي كمان ماشي؟ طيب اجي هنا بقى البيكرز ايه؟ سيست
السيمي ميمبرونس مثلا ديت الاستيشن بتاعها دوت اللي هو الفوق شويه تحت منه بيرسا كونكتد. بيرسا عباره عن ساك في ايه؟ زي ما في الثانويه الفلويد الساك دوت كونكتد مع الايه؟ مع الكافيتي اوف ذا ني جوينت. ففي حاله لما اللي هو الثانويه الفلويد اللي داخل ني جوينت يزيد في حاله الانفلاميشن في اي سبب اشهرها طبعا اللي هو الايه؟ الارثرايتس او الارثرايتس اللي هو ايه؟ اللي هو خشونه الايه في مفصل الركبه فيطلع ساينوفيا ساينوفيا في الجوينت كتير ده يروح للايه؟ للستيمي مورالس بيرسا ديت يعمل سيست نسميه بيكر سيست على اسم الراجل اللي وصفها اسميه بيكر سيست او اسميها سيمي مورالس سيست او اسميها بوكليتيا سيست. بيكر الراجل اللي وصفها سيمي مورالس لانها تحت سيمي مورالس بيرسا بوكليتيا لانها في البوكليتيا بوسا. فانا حضرتك كان في حاجه ده قلناها واضح؟ نعم. Inflammation of the knee joint أو inflammation تبقى هي سيمي مورالس بتعمل ايه؟ الاكشن بتاعها تعمل ايه؟ قولوا معايا وات از ذا اكشن اوف سيمي مورالس دكتور الصور هنا ليش الازرق هنا؟ ايه؟ الصور هذه في اليسار مد ايه؟ نوع في اليسار في اليمين في كمان بوش شايفين في اليمين ده؟ ايوه هذه البطيخة ماليش عم الكلام ده بشكل هذه نوع ثاني يعني؟ ايوه انا ما هو احنا كنا دايما بندرس مثلا طلب الاتومي اقول له اني وريز ذا بيس اراوند ذا ديشن اقعد اقول له في صوره باتيرا وين باتيرا والمونتيشن والديب والكلام ده وجع دماغ وما اقولوش حتى المهم بتاع البيكر سيستم قبل ما اخلص يكون مونيسي الطن. هو دلوقتي ان احنا بندرس حاجات موست امبورتنت بقى كده بقى اللي هيشتغل عظام بقى اقول له لا ده تعرفهم كلهم انما وانت على مستواك دلوقتي خد الموست كومن يبقى انت ما طلعت المستوى ده وانت لسه طالب سنه ثانيه وعارف بيكر سيستم كويس جدا واضح؟ بيكر سيست او كتير سيست احنا قلنا هي موجوده تحت الايه؟ تحت السيم وراس مصر. خد بالك عشان تفهم التست التست بتعمل ازاي. وات از ذا اكشن اوف ذا سيم وراس مصر؟ الاكشن بتاعها ايه؟ كونكشن. بس بتعمل كونكشن ثانيه السيست دوت تقدر تحسه هذا اللي مثلا كونتراكت فمغطياه كمان عامله بريشر عليه وهو متصل بالني جوين الفلو بيهرب يخش الني جوين ولا حته. يبقى هنا كده قلنا كده it is less tense وflaccid مع الايه او less ايه less prominent وflaccid مع الايه مع flexion. وانت كسبها عايز ولا عايز تحسها كويس اقول على كده انتباه كده extension تبص ليه بقى كبير كده واضح كده ان احنا كده واضح لان ايه المصل ريلاكس هنا فاللي تشوفه كويس وبقى مليان كويس ما فضاش. يبقى it is tense عايز تشوفه كويس during extension of the knee joint فلاسن ويختفي او يبقى ليس بروجرام ديورنج انفكشن لان السيمبلوس مثلا تضغط عليه وتخفي تحت منه. واضح؟ كويس مش عايز اتكلم عنها سايد اثنين اللي بعده سايد اثنين طالع من خد بالك بقى الروت بالي بتاعه مهم جدا ال 4 و 5 بتقيس واحد من ثلاثه اللي هم عاملين سيكر بلكسس ال 4 و 5 وقيس واحد من ثلاثه الكورس بتاعه انا مش هتكلم عنه دلوقتي لكن انت عرفته المفروض مشي وبعد كده اتقسم في السايد الى كومن برونيال وتيبيا نير. فالانشات بتاعته قلنا زي ما قلنا نفس الكلام اللي قلناه ابدا السيمي تيبيوس وبرولس والتو هيلز اوف ايه بايسل فورس وبعد كده معاهم ما ننساش اسكيال بار اوف الدكتور ماجنس بيبك بار مع الايه وكتيوتر نيف اللي اتكلمت عنه من شويه عشان ابنورمال سايدر جيت ما ننساش هنا ما نخبطش هنا سايتك نيرف انجري سايتك نيرف انجري كوزس موست كومن بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا هيب جوينت. الحاله اللي بتجيب تاركو في الاسطوانه هنا اتخلع المفصل ولا بيطلع موست كومن يبقى الواحد ايه عامل فليكشن للهيب وادكشن وانت بتسوق السياره كده وحاجه جايه ايه وقفت فجاه او حد جه دخل فيك هتسلم عليك يعني على 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 واحد يعني فعمل ايه؟ عمل برشا هنا جامد
اطلع الحته من الايه؟ الكاميرا كده الكوشن اسكوم على اخيره الكوشن لازم تكسر كل الايه؟ كل الهيب بول عشان يطلع الجيت بتاع ده وتروح تطلع كوره ثانيه نرفسين الكوره تطلع الجيت من ورا من الايه؟ الكاميرا ماشي؟ فده مور كومن في حد الايه؟ الكاميرا طيب هنا او طبعا الايه؟ جهل الاطباء اللي هو او الجماعه بتوع النيرسنج اللي هو يحقن هنا فين؟ اللي هو رونج انجكشن في جوتير ريجن لازم يحقن فين؟ لابر لاترال كوادر ما يجيش ايه؟ يحقن لي في النيرف هنا لور ميديال يقوم يطلع العيال من السنه دي ويقعد يدعي عمره او يرفع عليه قضيه او يقول له هعمل فيه زي ما عملت فين؟ حقه مش كده؟ عندنا استاذ الله يرحمه استاذ مخرج زمان ويل للمريض بالجسد ويل للمريض بالجسد طيب بتقطع الساتك نير ماشي يا عم ماشي والله ما عندناش وقت بتقطع الساتك نير لازم ابقى عارف هو سبلاي ايه هو ابدا انتوا معايا الهامسترنج وسط والقسم الاخوم برونيال والتيبيال التيبيال انت بص لكم كومبارتمنت كله والفوت فوت علينا بكره والكومبرونيال الثاني سوبرفيشال ودي سوبرفيشال للبرونيال والديب لاندير كومبارتمنت يا خبر مش فايد يعني من قطع كل ده يروح يعني لما تيجي واحد حقنه في مكان غلط دكتور او ممرضة او كذا او واحد بيتعلم نظام القواعد يعني وعايز يكون عايش فاهمنا واحد عامل صيدليه ولا حاجه مرتبه قليل ويتعلم يقول لك احنا كده وقال يجيب لي عيان يجيب له كده ده مصيبه ايه اللي هيحصل بقى؟ الموتور افكت فوق النيه وتحت النيه فوق النيه الهامس رينج وصلت اربع رايت هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا معايا ليش تقوم ثاني؟ يبقى تريش الراح تماما؟ لا بالظبط كده في سلايد فليكشن باي سارتوريوس اللي هي الاسترور اللابيين والجراسيلس اللي هي الاوبتريس لكن مشكلة تحت النيل كل المسلز بيلو ذا ريجن ارفع رايت انتيرو كومبارتمنت لاترال كومبارتمنت بوستيريو كومبارتمنت دورزم اوف ذا فود بلانتر اسمر ذا فود كله راح يقوم الايه الليم هافيه يبقى مفيش اي حاجه بتحركها يبقى بالجرافيتي يقع كده حاجه كده مفيش حاجه انا كده مثلا ايه رافع كده ايه العضله مش عارف شغال يقع كده بالجرافيتي اسمه دروب فود باي اتس وي ذير از نو مور اكشن هير دروب اوف ذا فود باي اتس وي واضح يا شباب واضح واضح عشان اقول شويه بعد شويه دروب فود بتاع الكومبرونيال لكن ده عارف سببه ايه انما ده دروب فود باي ذا ويت اوف ذا فود طيب السنسري بقى افكت بقى السنسري كل السنسيشن بيلو ذا ني رايح ما عدا الميديا سيد اوف ذا لينك لغايه البول اوف ذا بيك تو استفرس ماشي تمام واضح يا شباب واضح كول اللي هو ايه سايتك نيرف انجري حاجه مشكله كبيره بالنسبه للعيان وسيكو دي تستخدم ده صاي اهميته انا جايبه ليه عشان حاله السايتكا بس ان هو بياخد من اس 2 و 3 فبنشوف ده هو ماشي هنا باك اوف ذا ساي سبلاينج السكين اور ذا باك اوف ذا ساي فحاله السايتكا هيبقى في بين هنا طب هو السايتك نيرف ليه سميناه كده لان هو بيشارك معايا في الرولز اس 2 و 3 والسايتكا مش لازم يكون فقط البريمش بتاع السايتك نيرف لا اللي هو ديسك بروتروجن يقدر على الروتس روتس مثلا اربعه اثنين وثلاثه ما هي بتدي ساتيك نير بتدي بروتروجن بتاع ساتيك نير فحالات الساتيكا هي ساتيكا مين دي بين تعرفها بين الونج ذا سنسري ديستريبيوشن اوف ساتيك نير ماشي يبقى يبتدي من الباك اوف ذا سايد واحد انت بتقول لي ان السالفه ان هو بالنسبه للرصايد اه لكن ايه زي ما قلنا سكسس ريت للرصايد مشترك معاه في نفس الايه روت فاليو يبقى فيه بيت منطقي وبعد كده البين بقى يبقى مور كومن في الليج في الباك اوف ذا ليج واللاتر سايد اوف ذا ليج لغايه اللاتر سايد اوف ذا ايه ليج تو اللي هو في الشولر نير ماشي يا شباب طبعا الموست كومن كوز اللي هو ايه برولابس اوف ذا انتر بارتيكولار ديسك برولابس اوف انتر بارتيكولار ديسك شوف هنا الديسك اهو بيضغط على النيرفز ادي هنا ده الايه النيرف الطبيعي ادي النيرف الطبيعي ادي الروت هنا الناحيه دي وادي الروت الناحيه دي وادي الايه الديسك الطبيعي الديسك اللي بيحصل له الريشن سواء اذا كان يا اما هيرفيشن يا اما بسنتر يضغط على سبانال كورد على نفسه لو جه على ناحيه يضغط على النيرف اللي في الناحيه اللي طلع منها عشان كده بنسميه انزلاق غضروف انزلاق للنيوكلاس بالبولس اوف ذا ديسك تضغط على النيرف تديني سياتيكا بين
اللي هو بين الانجل ديستريبيوشن بتاعت النيرف بين راديوس النيرفاتور لغايه الايه الفيتش والبوز. واضح دكتور؟ نعم. الاي دي ايش؟ انت مش ولا بس اي دي انت مش ولا بس. واضح؟ وبالتالي فوس باي مونت شيفت سبيس عارفينه طبعا عادي منه وتندس فيها الايه حاجات فيسلز وبيزيال ارتري وفين وتبيا النير وكومبرونيال النير. الكومبرونيال النير على لاترال سايد لاترال سايد وتحسه تقدر تحسه في العيان او في نفسك يعني مش هزر. يعني هنا اللاترال سايد فيها تندون بايسبس فيمورس على الميديال سايد هتلاقي في نيرف موجود ذيس از ذا كومبرونيال نيرف زي ما هنا بتحس هنا الانر نيرف اهوت هنا تقدر تحس كومبرونيال نيرف ماشي هنا كومبرونيال نيرف خليه كده بس كويس يلا طب كده ايوه 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 هنا الكوره نرفع بقى بيديني وسط ارض البلد بتاعته والفرس بتاعه مشي بتاع الفرسه مشي على ميديا سايد بتاعت الايه بايسب سندوم وبعد كده هنا يمشي حتى المهمة ورا الهيد ويمشي على التصاعد بتاعت النيك اوف ذا فيبولا ممكن يتقطع هنا ولا لما يتقطع يحصل ايه؟ برانشات بتاعته هرفع بيدي موت برانشز وجينيوكلا برانشز وكوتينس برانشز وتيرمال برانشز. التيرمال هيتقسم الى اثنين سوبرفيشال برونيال ودي برونيال. الارتيكولار هيدي النيه جوينت ثلاثة برانشات مش مهم تعرفهم قوي سوبرفيشال بتاعت النيك وميديا وانفيرور مش مهم يعني عشان ما تبقاش. السنسوري يهمني بقى السنسوري بيديني تو برانشز طبعا الصوره ديت انا قاعد اتكرر بس انا هنا بقى كده وهو ماشي ورا الهيد او الفيبولا او النك هنا ممكن يتقطع هنا فلما يتقطع هنا يبقى ذيس از ان انتربريتيشن هو يقول لك لما يتقطع يحصل ايه لما اجيب الصوره بتاعتها عشان نعدي قلت لك ماشي خد بالك منهم بقى عشان السنسيشن بتاعه قلت لك بيدي اثنين بيدي اثنين ادي الكومبرونيال نير ادي برانش هو ده اسمه ايه؟ لاترال شورت كوتينس نير وادي واحد رقم واحد اول لاترال كوتينس نير اوف ذا كاف اللي هو سبلانجل سكين اوف ذا ابر لاترال بارت اوف ذا ايه؟ او المنطقه البوبليتيال ريجن لاترال بارت اوف ذا بوبليتيال ريجن والابر لاترال بارت اوف ذا باك اوف ذا ليج دبل ايه؟ لاترال كوتينس نير اوف ذا كاف كاف يعني ايه؟ السمانه اللي هي الايه؟ اللي هو كاف ريجن يعني لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف سبلانجلا سكن اوف ذا ابر لاترال بارت اوف ذا باك اوف ذا ليج ده بالنسبه لايه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. البرانش الثاني اسمه الشورا كوميونيكيتي ادي اه او لاترال شورا كوتينيوس نيرف اللي هو ده يطلع منه يطلع يتحد مع ميديا الشورا اللي جاي من التيبيال ويدوني شورا نيرف الاثنين ادي ايه شورا نيرف سبلانجلا سكن ادي هنا يطلع هنا كده ده اللي هو لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف ماشي اه الاصفر ده وهنا الميديا شوك تنس نير بتاع الايه تيبيا النير وكده لما يتحدوا الباب اللي هو بارت بتاع الباك الزلاي والفوت لغايه لا تصل اوف ذا فوت دي هم الايه سبلايد باي ذا ايه شورت نير عشان لما ينقطع النير دوت يبقى سنسيشن في الايه في الباب اوف ذا رينج ولا ترا سايد اوف ذا فوت ماشي ده كله افكتد ليه لو في تسلسل لوحديهم طبعا في ايه اذر برانشز اتقطع هنا نتيجه الفيبولا دامج او فراكشر اللي هي نتيجه الفيبولا اتقطع النير يحصل العيان ايه بقى؟ دروب فوت بس دي غير بتاعت ايه؟ ساتيك نير باي ويت اوف ذا ايه لم مفيش ايه؟ مفيش حاجه شغاله
انما انا كون برونيال نير بيديني 17 برونيال ودي برونيال 17 برونيال للبرونيال ننقص له ايه؟ وابريبس اللي بيعملوا ايه؟ ايباس ومتافور يبقى ما فيش يبقى بقى في ايه؟ انفيرجن الانتينو كومبارتمنت سبلايد باي دي برونيال اللي بيعمل دوس افليكشن ما بقاش في دوس افليكشن بقى في ايه؟ يبقى في بلانت افليكشن اند انفيرجن يبقى دروب فود دروب فود ديو تو انجري اوف ذا كومن برونيال نيرف ذا فود از ايه؟ بلانت افليكشن وانفيرجن وعرفناهم السبب. إنما drop foot نقول تاني drop foot due to injury of the coronary nerve due to fracture of the neck of the femur يعمل إيه drop foot يبقى the foot is A inverted and blunt affixed blunt affixed وinverted. إنما drop foot تعصبك nerve injury يبقى إيه by the weight of the limb لأن ما فيش مصر شغال. طبعا الحالتين هذه حاجة طبعا هذا أنا فرق بالإيه sensation فرق بالsensation. ماشي فيديني حاجه بنسميها ايه الحاله دي بنسميها ايه هو ايه بلانت افكشن وانفيرجن دروب فود بنسميها ايه اكوايرد تاليباس اكوايرس اكوايرد انها باثولوجي مش كونجينيتال مش مولود بيها تاليباس اكوينوفارس اللي هو يبقى عندنا تاليباس اللي هو ايه فود اكوينوفارس اللي هو الايه لما يبقى الفود كده بلانت افكشن وانفيرجن هتلاقي الايه اللي هو الفود بقت الانجل اللي بره يبقى لو واحد عنده في الناحيتين بقى الانكلز قربوا من بعض ولا بينهم بعض بعدوا فانا كده كلمه فارس احنا كلمه فار فار بعيد جاي منها فارس يبقى كوينو فارس اللي هو ايه يبقى الانجل ايه الانجل اللي جوه فالجوينتس بعدوا عن بعضيهم ثاني بس كوينو فارس ديفورميتي ده كومن او ذيس از ديفورميتي ديو تو انجري اوف ذا كومبرينال نيرف due to fracture of the neck of the fibula بيحصل الفوت بقى inverted and blunt affixed طيب ده الموتور طب والسنسوري نشوف السنسوري بتاعه بقى طبعا في حاله العيان تعمل تيست عنده دروب فور قول له اعمل دوس افليكشن ما اعرفش كان نوت دو دوس افليكشن يعني هو رجله عامله كده قول له اعمل كده لفوق كده كان نوت دو دوس افليكشن طب يعني كده السنسوري لوس اوف سنسيشن لوس اوف سنسيشن اللي هو انا ديستريبيوشن اوف ذا ايه كومبرينال نير اللي هو السوبرفيشال والدي السوبرفيشال هنا طبعا من الايه من اللي هو الشورر نير الاول او الشورر كومبليكيتنج او لا تو سنسيشن ذا كاف اوف ذا ايه كاف هنا يبقى هنا ابر لاترال بارت اوف ذا ليج وباخد الايه بيت اللاترال بارت اوف ذا ليج والدورسال اوف ذا فور كله بما فيهم النادر صدر زي الدو وبما فيهم الايه الفيرست توب سبيس ان هو واحد اثنين بارتيشن رونير والتيب رونير اللي مع بعض ماشي بعد ما رقم الفايبر يبقى الباك اوف ليج هنا في سنتين موجود لكن لو فايبر لوز سنتين كله تحت الايد ما عدا طبعا الايه عشان نفرق الكربون بتاع اللي هو كوبر رونير من الستاتيك نير طبعا الهيستوري هيقول لي خبطه هنا ولا خبطه فوق دي حاجه لكن على مستوى الكلينيكا بس يبقى هو هنا اس ال ايه اللي هو السنسيشن هنا هتجد ان ايه لوس سنسيشن بالنسبه لذلك كل الايه منطقه بلوزه دي لكن هنا في ديستريبيوشن فقط اوف ذا ايه كوكوكونير نير اللي هو في اللاترال سايد واللور بار اوف ذا ليج والدورسم اوف ذا فور ما عدا ايه بما فيهم الايه اللي هو فيرست انترفيس سبيس واللاترال سايد اوف ذا ليتل دكتور نعم انت قلت البدايه بتاع الجنرال نيرف دي بيطلع على الميديال ميديال دكتور ايوه طيب هنا برضه معاك لا خد بالك معايا خد بالك معايا ادي هنا اهو يعني الميديال نيرف واقف عند البك واقف عند الايه واقف في الحته دي ادي الايه السفنس نيرف جاي هنا كلاود واقف لحد هنا الميديا سنتر فيكتور يعني انا اقدر هنا من السنسيشن في الايه الميديا سنتر فيكتور افرق بين الفيورال نيرف انجري وبين الكوبرونال نيرف انجري ان هو لو العيان حاسس على الميديا سنتر فيكتور يبقى ده ايه فيورال نيرف انجري ماشي لو مش حاسس يبقى ايه كوبرونال نيرف انجري بس مش في النقطه دي واضح مفهوم يا شباب تيبيا النيرف يعني مش هي ايه مش هنتكلم عنه كتير دلوقتي هنتكلم عنه بعد
معناتها اللي يقول في 35 دقيقة. البنك عشان باش بس عارفين عاد بقى كان معقول هنكيلو لاتر بوستيريو ماشي هل الانتيريو تبقى انتيريو نرتش بتاعها الاول اول نرتش انتو ده ايه ميديا كونيفورم بور ان ميديا سايد اوف ذا بيز اوف فيرست متطرسل بور اكشن بتاعها تعمل ايه دورس فليكشن وانفيرشن وهي اقوى واحدة في الجروب عشان كده ايه لما يحصل فيها ليجن يبقى فيها فليكشن العيان هنا هي بتعمل فليكشن انا وانا ماشي كده يبقى انا ما همشي اول فبحط المفروض يعني لو كنا بنمشي بسرعه بنخش بدل لما همشي الاول في 3 ستيجز اللي هو اللي هو ايه استنس في الاول احط الاول الايه الكعب على الارض احط الكعب على الارض الصوره هي احط الكعب على الارض اللي هي الصوره اللي هي على الشمال دي دي اللي بيعملها ايه تبقى سنتيري تبقى سنتيري وجروب من حته هي المين وبعد كده يبقى تفوق كله مع الارض وبعد كده ارفع ايه رجلي لما يكون في باراليسيس في التباس انتيرور مش موجوده الستيج دي فبالتالي ايه العيان بيخش على طول الايه الستيج دي فبيسميها ايه هاي ستيج دي يعني ايه بيقفش الارض بيخاف عشان ما يقعش ماشي كده هاي ستيج دي يبقى كاركترستيك اللي هي في الصوره الموجوده اهي الراجل دوت اه شوف هنا كده هاي ستيج دي يبقى كاركترستيك اللي هي باراليسيس التباس انتيرور لوحديها يبقى هاي ستيج يعني معناها ايه العيان بيقول لك ووكل كان نوت تو دوس ريدكشن اوف ذا فور فبالتالي على طول بينزل صوابعه بين احنا الطبيعي بتنزل بالكعب كتير انما لا هي في الايه بالاصابع بالاصابع يعني ماسك الامر صوابعه عشان ما يقعش فده بنسميه ايه هاي ستيج هاي ستيج جي يعني بس اوف اوف جالس ايه بلد واضح دي برونيال نير اللي هو الانتيريو تيبال نير لما يتقطع واحد خس كده في المنطقه دي هيحصل ايه؟ الفي برونيال نير بيعمل ايه الاكشن بتاعه؟ صدقني قلت لكم كومبارتمنت اللي بيعمل دور سفليكشن دور سفليكشن انفيرشن هو الاثنين مختلطة في انفيرشن وفي انفيرشن يعني ايه انفيرشن اللي هو انفيرشن انفيرشن عشان دي بس انفيرشن فلما هنا يتقطع الليف ده يبقى العيان هيبقى عنده ايه؟ بلانتا فريكشن وايفيرشن بلانتا فريكشن وايفيرشن يبقى الانجل بقت لبره يبقى يقربوا الانجلز لبعضهم ولا لا؟ اسميها ايه بقى؟ اكوينو بالبس اكوينو بالبس واضح؟ واضحه؟ اكوينو بالبس ديفورمتي نتيجه انجري اوف ذا ديب برينيال نيرف دي بس هتيجي لوحديها تعمل هاي ستيبش كيك بالك بقى طيب خليني ما ايه اخلص اول بتاع عندي سؤال طب اللاترال كومبارتمنت اللاترال كومبارتمنت ولا سترونجس اوف ريكس ده دكتور نعم لسه في سيشن من دي برنامج ده لسه اونلي فيرست ويب سبيس اونلي فيرست ويب سبيس ما اعرفش الصوره جايبها ولا جايبها اوريها لك الصوره اونلي فيرست ويب سبيس اه بص اهي بص الدي برونيال نير اونلي فيرست ويب سبيس بين الصباع الاولاني والثاني فقط تمام خلص ده كده طيب اما اللاتر الانتيريور تيبيا لما يتقطع يحصل ايه يا جماعه الانتيريور تيبيا ستيبل هاي ستيبل ديت هاي ستيبل تيميا عارف اللي هو يعني هو اللي هو دي برونيال خلي بس فاين ايه بالغس مش كده ولا ايه ايه وسيو كومباكتمنت كان ده بارتينو ماسكس كاسبيدياس
ويديله كتير السلاح موجود فين بلانتار السبع السلاح هيتقطع في حالات التنس اه لكن واحد ايه عايز يوصل للكره هنا فبيعمل ايه يعني يعمل صالح مصر اكشن يقطع التمر الضعيف او بلانتار يبقى ايه يحس ايه العيان يسمع صوت الاول فرقعه يحس بايه حاجه فرقعه كده مكان التمر القطع وبعد كده ايه في بين في منطقه الايه اللي هو عند الجنكشن بتاعت الايه بتاع سمنت الرجل اللي هو بتاع الايه اللي هو جسر جريميس وستوديوس مع اللور باك اللي هو عند ايه القطع عندها التندر اوبزا اللي هو بلان فيريس مصر. تيجي تتكلم مش مطلوب منكم ادي السوديوس عايز اعدل هنا بقى لما يتقطع الجسر جريميس تندر بقى هنا دي مشكله كبيره ان هو ماشي لما اجي ارفع عليك كده اهو يعني ايه بنزل الايه بجوات انتيريور بعد كده امشي ايه هكبر بعد اقطع من ايه في الجسر من ايه الجسر جريميس وستوديوس اللي هو ايه اللي هو تندر كارتينيوس المجال كده يعني المشكله لو قطع التندر ده طبعا ذا سترونجست تندر ان ذا بودي لكن لو قطع لاي سبب وفاضه تكينه جامده حاجه حاده جامده قطع يبقى يعمل يعني ميجور ديسبيلتي للبيشن ما يقدرش العيان يقدر ايه ما يقدرش يمشي مستحيل وهو نايم العيان كده يقدر يبقى تعمل له ايه تقول له اعمل ايه فليكشن من دي جوينت عفوا من الانكل جوينت هي كان نوت فليكس دي انكل جوينت يحكوه كان نوت فليكس دي انكل جوينت تعمل كده في الحاله الطبيعيه الاثناء الطبيعي لما تعمل كده تعمل سكويز للايه اللي هو ترايسبس شوري اللي هم السوريا وجاتس نيمس يحصل ايه ني فليكشن مش كده او انكل فليكشن عفوا لكن حاليا مش هيبقى موجود خالص لان ايه التند القطع الديب ماسلز عندنا هي منها اللوك البوكليتياس ماسل اكشن بتاعها انلوكنج اوف ذا دي جوينت احفظ الجمله ديت والصوره ديت جايبها لك كده انلوكنج اوف ذا دي جوينت انلوكنج اللي هو ادي هنا التيبيلا يبقى ده لاتر فيما كوندايل يبقى هنا البوبليتياس احنا قلنا اللوكنج اللي بيبقى موجود في اكستنشن اوف ذا دي بيبقى في لاتر روتيشن حدث التومور از ايه ميدل روتيشن على التيبيلا لاتر روتيشن ده بقى للايه؟ للتيبيلا انما الفيمور بيبقى ميدل روتيشن الانلوكنج ده ديفليكشن تشتغل البوبليتياس تشتغل البوبليتياس هو في حالتين فيكسد وايه؟ وين موفمنت فانا اجيب لك حاجه عشان اثبت لك تحفظها ويبقى كفايه عليك في الايه؟ في الوقت اللي هتقول الكلام ده. اللي هو هنا هثبت الانسرشن اللي هو عند النجمه كده يبقى بروتياس تعمل ايه؟ ادي لاتر فيمو كوندايل هشدها كده تعمل ايه؟ لاتر روتيشن ان انا احكي فيه كده لاتر يبقى انلوكينج باي لاتر روتيشن اوف ذا فيمر اون ذا تيبيا. واضح؟ باي اكتف فروم بلو ويز فيكسد انسرشن. اكشن اوف اللي هو بريزن ماسل انلوكينج اوف ذا ني جوينت از ذا بيجيننج اوف ني فليكشن by lateral rotation of the femur on the fixed tibia. واضح؟ واضح. ده كلام متكرر. هات بعد بصير بتعمل ايه؟ ايفيرشن. تيبيا النير. تيبيا النير. بيدي البروتيا الفرصة يديني جاس خنيبس التو هيدز وبلانتاريس والسوليوس. بعد كده في الباك اوف ذا سايد يدي السوليوس فين؟ لا اسمه ريكاونت برانش راجع للسوليس اسمه ايه دي يعني يمشي تحت بقى يبقى يمشي ديب للسوليس ديب برانش تاني هي واخده منه الاول فوق واخده منه فوق في الايه؟ الميتيريال فورس برانش المفروض جاي هنا بس مش موجود في الراس وبعد كده بعد ما يعدي من تحت المصل يرجع لها برانش تاني دبل نيرفس الله عشان كده انا في ناس مثلا يبقى تبص ايه بعد ما يحصل الحالات ما يحصل اللي هو كاتنج تبيا الميتيريال فورس والعيال لسه عنده ايه؟ طبعا التيبيال نيرف بيدي سنسيشن بتاع كل السول من التيبيال نيرف السول ما فيش حد معاه ميديال كالكينيا برانش بعد الكالكينيا برانش طب التيبيال نيرف بيجري بقى خد بالك بلاش فور مصر بتاع بيصيروا كومبارتمنت اللي هم بيعملوا ايه بقى؟ بصير كومبارتمنت ايه؟ بلانتر فريكشن ماشي؟ ف
فيبقى الفوت هنا ايه هي؟ دورس فليكشن وايفيرش. تعمل ايه الحاله اسمها ايه؟ كالكينيو فالجس، مش كده ولا ايه؟ طب والانتير كبيره بيعمل ايه؟ كالكينيو فالجس. لا لا ثاني بس ثاني بس طيب خليكم معايا. الكومن عفوا الانتير كبيره الديبرونيال نير هو بيدي انتير كومبارتمنت اللي بيعمل ايه؟ دورس فليكشن. فبقى في وايد بلاتر فليكشن بس هنا في ايفيرشن. الايفيرشن ايضا عمل ايه؟ كالكونيو فالجس نفس الكلام. طب فرق بين الاثنين ازاي؟ ان هو السنسيشن اللي يفرق بينهم ان السول اوف ذا فوت في حاله الانتيبيال نير لوس السنسيشن اوف ذا فوت، لكن الايه؟ بالنسبه للانتيبيال نير اونلي لوس سنسيشن في الفيرست لوب سبيس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هنا في موجود هنا ده ممكن يفرق لوحده. لو عايز كمان هنا اللي هو الدورس فليكشنز بالنسبه للتيبيال نير شغاله هتعمل دورس فليكشن هنا موجود. يعني هو في حاجتين في ايفيرشن عشان كده في ايه؟ فالجس ديفورمتي في الاثنين، فالجس ديفورمتي في الاثنين. لكن مع التيبيال نير يبقى في دورس فليكشن ومع الديبرونيال نير في بلاتا فليكشن. يبقى عايزين نفرق الاثنين فيهم ايفيرشن، فعشان الاثنين فيهم ايه؟ فالجس ديفورمتي. يفرق منهم ايه؟ التيبيال نير لما انقطع الفول دورس فليكشن، الديبرونيال لما انقطع الفول بلاتا فليكشن. ماشي؟ واضح؟ ده بالموتر. السنسوري الديبرونيال نير لو سنسيشن في الفريست روم سبيس اونلي من الصباع الاول للثاني، انما التيبيال نير كل السور رايح. يا ترى راح السور ديت؟ وراح تمام؟ يبقى كده كنت بقول ما كناش واخدين بالنا منها. يبقى خلصنا الحكايه معانا يعمل حاجه اسمها بلانتر فاشيلس، لان هي دي فاشل سيجن دي فاشل. بلانتر فاشيلس دي ايه؟ تبقى موجوده بلانتر فاشيلس ادي ايه؟ الانفليميشن في بلانتر فاشيا هيعمل لي بيت في منطقه الهيل عند الاورجن بتاعها. ماشي؟ وبعدين مشكلته مش كده بس، ده بعد شويه يحصل فيها اوسيفيكيشن، يحصل فيها اوسيفيكيشن في منطقه الانفليميشن ده فيدي يطلع لها حته بول نسميها كالكينيان سبار او هيل سبار. هيل او كالكينيان شوف ده نورمال هيل اهي. شايف ده كده؟ جميله وحلوه ايه؟ لما في حته بول بارزه اهي ده بنسميها كالكينيان سبار اللي هو ايه؟ حته بول يعني ايه؟ اكسسوري بول موجوده في الهيل كده ده نتيجه ايه؟ اون توب از كومبليكيشن اوف بلاندر فاشاشس. بيبقى عنده في بين يبقى العين بقى عنده ايه؟ في ريبيتد بين خصوصا لما ايه؟ يصحى في الصبح او لما يكون مثلا ايه؟ بيستريح ويبدا يمشي ماشي؟ بيبقى موجود في بين منطقه في ايه؟ في الانكل ده اللي هو ايضا ممكن يحصل نتيجه الايه؟ الاخير السنس او تنو كالكينيس لو في اوتيفيكيشن بس ده هيبقى في الباك انما بتاعت الابلانتر فاشيتس او الكالكينيس بار موجود في الايه؟ في الهيل. فرق بين الاثنين. البنت والهيل تبقى تكون بروبلم مور بين نتيجه ويت بيرنج اكتيفيتيز في الصباح وافتر بيرنج اوف فيست. ده يعني نتيجه الانفلاميشن طبعا زي الفصول مش عايز اقول فيها حاجه. هنا هامر تو اللي هو فليكشن اوف ذا بروكسيمال انترفرنجيال جوينت. مشكلتها ايه؟ انك بتلبس حذاء. طبعا دي بتحصل في الستات اللي هم بيلبسوا حاجات ضيقه يبقى عندها مشكله مش عارفه تلبس حذاء، هي لبس ضيق فجاب لها المشكله دي، فعايزه تلبس ثاني فمش عارفه يبقى هامر تو بقى مشكله. فبقى عندها مشكله وعندها مين موجود اسمها هامر تو اللي هو بيندنج او فليكشن اوف ذا بروكسيمال انترفرنجيال جوينت اوف الفينجرز او التوز يعني ايه اللاتر والرموز صغيرين الثاني والثالث والرابع والخامس احيانا. الثالث كده اخر حاجه اللي هو الجوينت. ركز معايا شباب في الجوينت عشان تلاقي حاجه في الجوينت. هيب جوينت من الحاجات المهمه جدا تبقى عارفها.
هو بيبقى عارف هو سيلوبلر مالتي اكسيال الكلام ده انت حفظته معاكم. انا عايز اعدل الايه كلينيكال الكبسوله التشفي بتاعها مهمه جدا عشان لما تتقطع هنا بلس باي الهيد ده بلس باي صغير والنيك ده بلس باي كتير في عشان كده لو حصل فراكشر في الهيد او سكبت فراكشر الهيد يحصل افاسكولار نكروزس في الاطفال. يعني الاطفال مور كومن من الانفكشن حتى العاديه بدون فراكشر. في الكبار لو اتقطع اتكسر تحت الهيد وسكبت فراكشر الهيد دلوقتي يبقى كومن يحصل افاسكولار نكروزس. لكن لو اتكسر بين الكونفايلز انتر كونفايلر يبقى بلس باي تحت الهيد مفيش افاسكولار نكروزس. نيجي نخش هنا بقى على الفراكشر بتاعها هنا. ركز معايا كده لو سمحت الله يخليك. ده اللي جاب اسم اللي عارفينها. كرونيك ديسلوكيشن الحاله جات لكم في الايه؟ جبتوها هناك بالايه؟ في الاسم هناك اللي هو ايه؟ اللي هو موسيو ديسلوكيشن هي بتاع السايتك نير. اتكلمنا عنها كتير فما فيش داعي نيجي ايه؟ نفس الكلام تاني. شنو حاجه ثانيه. نفس الكلام ده قلته قبل كده. طيب. فراكشر اوف ذا فيمر. في نوعين. فراكشر اوف ذا نيك وفراكشر اوف ذا شاف. النك فيه نوعين تحت الهيد على طول سب كابيتال ونوع ثاني في الانتر تروكانت يفصل النك عن الشاب وشاف فيه ثلاثه ابر سير ميدل سير لوكر. انا بتكلم عن كده كام فراكشر خمسه. كنت بتكلم حاجه حط لك الدنيا ماشيه ازاي حتى لو نسيت حاجه يبقى الباقي تعرف تجيبه او حتى الشغل مخك هيجيب المعلومات اللي عندك. لكن لما الدنيا تبقى تايهه هتجيب منين يعني؟ فواحد ايه يعني حط معلومات في ذهنك من الاول صح. هنا خد بالك بقى هيبقى كنا تحت هنا يعني ايه فراكشر اوف ذا فيمر قلنا تو تايبس نيك وشاف. خد بالك الجمله تحت ايه ده شورتنج اوف كيرز ان اول كيسز. كلهم بيحصل فيهم شورتنج كلهم بيحصل فيهم ايه شورتنج. يعني لسه سيجمنت بتتشد فوق ده موريك دلوقتي التحليل ده ادي سب كابتال فراكشر. ده بيحصل بالجماعه ايه الكبار الستات الكبار بعد النبوز ما فيش ايه استروجين بقى في اوستيوبروزس البون بقى ايه سوفت. او لو واحد كبير ما عندهش صدام يعني ايه ماشي في الحمام كده زحله كده خبط كده كده ما حسش بيها بقى شباب مش عارف يمشي او بعد شويه يعني حصل ايه لو بس دينا فراكشر الخبطه بعد كده بعد كام يوم الفراكشر كمل ما بقاش قادر يمشي يروح للدكتور. يا سيدي انت وحش يا عم وحش يا عم ما حدش خبطك والله ما حد خبطني. ففكر كده انا من خمس ايام او من اسبوع زحلقت في الحمام ولما اتزحلق حصل لينا فراكشر بسيط فعارف يمشي في شويه ايه فهو راح الدكتور او حد اداله انستيزيا وهو خد ايه باراسيتامول وقدر يخلص نفسه. لكن بعد كام يوم الفراكشر الباين كبر وما بقاش عارف يمشي فنسي الكيترو. دي حاجه مميزه لها في الهيستوري ماشي ذا هيستوري اوف ماينور تروما هيستوري اوف ماينور تروما ويبقى مور كومن زي ما قلنا الجميل افتر نيبوز عشان الايه؟ الهرمون ديسيربنس او توقف الهرمونات اللي بتحصل في الحاله دي بقى ركز معايا ثلاث كلمات تفهمها. الصوره واضحه الاول؟ طيب عشان اقولها لك عشان بس ما عنديش وقت ارسم بص معايا هنا ادي سب كابتن فراكشن الف كسرت هنا عند الايه؟ تحت الهيد على طول. الديسر سيجمنت بيحصل فيها حاجتين. لو قلنا كلهم فيهم شورتنج اخدها ديت الاول. الشورتنج هيجي بايه؟ كل المصل اللي ماسكه المصل اللي ماسكه حوالين النين احفظ الجمله دي مني. اللي حوالين النين عندنا ايه؟ بيوب كبار وفضلات المرس بيبقى ايه؟ عفوا الاسكال بطل المرس في الايه؟ غسل تيوبرتيس كوارنسيبس في الايه؟ كوارنسيبس في الايه؟ باتيلا ماشي؟ الهام سترنج مصلز في الباك اوف ذا ايه؟ اوف ذا ايه؟ تيبيا وفيبيا. كل المجموعه دي هتشد لفوق يبقى يحصل شورتنج. عرفنا الشورتنج جه ازاي يا جماعه؟ يبقى كوادريسيبس هيومرس من الامام هاب سترينج من ورا والادكتور ايه؟ ماجنس من الايه؟ من الفيجر سايد يبقى يحصل فيه شورتنج. يبقى الديستا سيجمنت از ايه؟ بولد افور. طيب وبعد كده الديستا سيجمنت ديت يحصل لها لاترال روتيشن. لاترال روتيشن باي زي ايه؟ لاترال روتيشن الست اللي حافظهم اثنين اوبتيبيترز اثنين جي من لاي ريكتر فيورس عفوا باريس فيورس اند باي ريفورمس تاني باي ريفورمس كوادرينس فيورس اوبتيبيترز انترنس واكسترنس اثنين اوبتيبيترز واثنين جي من لاي صغيرين بقى ايه؟ طب انت تعرفه ازاي؟ يبقى جاي لك كده تبص على رجلك تلاقي رجل ايه؟ التوس كده راح على رجلك كده. يبقى شورتنج اند ذا لينج از ديفيت لاترالي لان في لاتر روتيشن في الديسر سيجمنت وعرفنا بالايه؟ بالست لاتر روتيشنز. ولا حتى اخلص بس تعرفها ازاي؟ اسلو من عند الانتيريور سوبيريال اكسباين لحد بيبو كبير بتاعت السايد او لحد الميديا ماليوس
قيس الناحيتين هتلاقي الناحيه اللي فيها الايه الليجن بقت شورتر 2 سم 3 سم اكتر او اقل حسب الايه قوه المسلز عن الناحيه الايه السليمه. نعم ماكسيمس بقى افرض معاهم ماكسيمس معاهم مفيش مشكله يا سيدي. قلت في ايه مفيش مشكله. المهم تبقى تعرف ان في لاتر روتيشن وفي عندنا ايه اللي هو شورتر ده بيسمى كابتر فاكشر. الانتروكانتريك زيه بس بيحصل في الايه الجماعه الايه اللي هم من الايش بيبقى تروما جامده واصابه جامده وحاسس بيها ولا كومبليكيشن ما يحصلوش افاسكولار نكروز من بلاد سبلاي من الليك من الهيديوم او الفاشكولار. لكن كلينيكالي نفس الحاله شورتنج ولاتر روتيشن بنفس الميكانيزم ما فيهاش كلام جديد. واضح؟ الشاب في الابر سير والميدل سير واللور سير. هنا بقى اول سيجمنت هيشتغل واللور سيجمنت هيشتغل. الابر سير طبعا كلهم فيهم شورت زي ما اتفقنا بقى. الابر سير هتبقى يتحسب فيها حاجات فليكسد ابدكتد لاترال روتيتد. فليكسد بالاليوسيوس اللي ماسكه في الايه في الليسنتروكانتر. ابدكتد بالجلوتيال ميديوس مينيموس ماشي. لاترال روتيتد باللاترال روتيتوس ومعاه جلوتيوس ماكسيموس عشان الاقل عشان ايه ما تزعلش. يبقى جلوتيوس ماكسيموس وبايروفورمس وباريس فيمورس 2 جي من لايت 2 اوبتيوس. يبقى ايه البروكسما سيجمنت فليكسد ابدكتد اند لاترال روتيتد. الديسر سيجمنت زي دوكهام هيحصل لها ايه؟ يبقى شورتن و لاترال روتيشن. شورتن و لاترال روتيشن. بس لاترال روتيشن هيتم بايه بقى؟ ما هو اللي فوق شغاله على فوق مش هيشتغل على تحت. لاترال روتيشن الادكتورز بيعملوا فليكشن بيعملوا ادكشن و لاترال روتيشن معاهم. وبالتالي هنا اتخيل ان لاترال روتيشن قد يكون اقل شويه من الايه؟ من الحاله اللي فوق. لكن ان هاو في ايه؟ لاترال روتيشن. يبقى هنا فراكشر اوف ذا ابر ايه؟ ثير او الابر ثير اوف ذا شاب. واضح؟ كلير؟ تاني الابر ثير ريفراكشن الابر سيجمنت فيها ثلاث حاجات واللور سيجمنت فيها ثلاث حاجات. عندك ست حاجات بتحصل. الابر سيجمنت ثلاثه فليكسنج باي اليوسورس. احفظ الرسمه دي مهمه قوي. ابستكتد بوليس ميدس اند مينيموس. لاترال روتيتد باللاترال روتيتورز ومعاها بروسس ماكسيموس. خلاص؟ ده البروجرام سيجمنت. الديستنت شورتند هتشدها الحاجات اللي قلنا عليها كوادريسبس والهامسترينج ماسلز ماشي. وبعد كده الادكتورز يعملوا حاجتين يعملوا ادكشن ولاترال روتيشن. وصلت؟ عفوا. الميدل سير زيها بالظبط زيها بس الديستر سيجمنت يبقى ايه بولد ايه الميدل سير زي لا زي ديت الايه نفس الحكايه تبقى زي الايه الابر سير ما فيهاش كلام كتير. انما المشكله في اللور سير او الميدل سير ايضا ممكن تقدر تقول فيها ان بيحصل فيها بس ايه الديسا سيجمنت از بولد باكوارس في جاستريك نيمس ماشي. في الميدل وفي اللور. في اللور بخاف اكتر عشان بوبيتال ارتري ممكن الايه سنه البونت جاب بوبيتال ارتري تعمل فيه سباز يحصل اسكيميا في اللور ميم. العيان يجي حاجه اسمها انترميتنت كرونيكيشن يعني ايه يمشي شويه وبعدين وبعدين بلس بلاي بقى قليل فيتعب يروح قاعد يقعد ابو شويه لما يستريح بعد كده يمشي شويه كمان اسمها انترميتنت كرونيكيشن. كرونيكيشن مينز ايه يعني بين انترميتنت بين ان ذا لور ليمب نتيجه الايه ديكريز بلس سبلاي لان البوتيتال ارتري بقى فيه سبازم وفي نروينج من الايه البون اتش الموجوده حرف البون اللي ايه عمله سبازم. فيبقى في اللور سيرد وميدل سيرد فيهم اللور سيجمنت يعني ايه بولد باكوارس. الاكثر من اللور اللور من الايه قريبه من البوتيتال ارتري فممكن تعمل انترميتنت كونفيشن يعني اقل بلس سبلاي لور ليمب. معلش عشان الوقت بس النيجوينت اهم حاجه في النيجوينت اللي هو ادي هنا فراكشر اللي هو تير للميديا ليجمنت لما تعمل ايه فورسد ابدكشن ناحيه الليجمنت يقطع الميديا
فورس ادكشن من اللاترال ريت على اللاترال. ماشي. نيجي هنا بقى للايه، للكروشيت ليجامنت الانتيريور. بص على الرسمه الصغيره ديت الجميله دي، بص على الرسمه دي واحفظها. ادي هنا ادي الفيمورال التيبيا، الانتيريور ماسك الانتيريور برضه ده تيبيا مش كده، والبوسيف والبوسيف برضه ده تيبيا. الانتيريور فليكشن مانع التيبيا انها تجري قدام على الفيمر، ماسكها في اللي هي الدي ان بتاع الفيمر، يبقى لو قطعته التيبيا تجري قدام. يبقى في التيست دوت اللي هو التيست دوت اللي فوق دوت، يبقى واحد انت شاكك عنده انتيريور فليكشن اللي هو ايه تير، يبقى تعمل له نايمه على السرير، هو نايم فليكشن تشد التيبيا. لو جت للامام للامام معاه وثابت الفيمر شويه يبقى ده يبقى تير اوف الانتيريور اللي هي فليكشن يا جماعه. لو راحت لورا وانت بترجع لورا راحت لورا يبقى تير اوف ذا بوسيف فليكشن. قلت لك حضر اسمها الانتيريور الاثنين في الفريكشن، الانتيريور يمنع اللي هو ايه ديسبيسمنت انتيريور، ففي التير بتاع الانتيريور يبقى التيبيا تيجي للامام هو انتيريور، تبقى تيجي للامام انتيريور كمان بعد البوسيف تيجي لورا. طبعا السكاي تير المسكا المسكا تير يبقى فيها ايه، هي موجوده طبعا ايه موجوده في الميدل اوف ذا ايه دي جوينت، فالتنر البين بتاعه لازم يبقى في السنتر اوف ذا جوينت لينير، عفوا او في ايه بوينت على السنتر اوف ذا جوينت. لكن الليجامنت كل الاتشمنت يا اما عند ايه الترون اتشمنت او التيبيال او في النص، يعني ايه منطقه اكبر عشان افرق كلينيكالي بين التير من السكاي او اللاترال ليجامنت اللي هو تيبيا كولاترال ليجامنت ميديال او تيبيا لاتراي، يبقى الميسكال تير بيبقى عامل ايه اللي هو تندر بس ايه از ذا سنتر اوف ذا جوينت، وتبقى على ميديا سان اكتر اللي ميديا ميسكاس اللي ايه مور نايمون اللي ايه بيحصل لها فراكشر او تير على اللاترال. اللاترال اسمه فيزيكال باي باي ايه وبلوتياس ماسل. ماشي خلاص يا عم بحث من المشروع. احنا طبعا حفظناه وقلنا الكلام ده، طيب بلوتياس مش عايز كلام تاني. الانكل الانكل جوينت عايزه تهتم بالايه؟ تهتم في الانكل جوينت باي الليجمنت بتاعته اللي هم ده السبرينج ليجمنت او عفوا الجلتوي ليجمنت ده سبرينج ليجمنت. هنا في اهم كمان منه اللي هو في ليجمنت كمان، بص هنا بص هنا ادي ايه الهيد اوف ذا تيلس وادي النافيكولا وادي الكالتينيوس. هنا في ليجمنت ده اسمه سبرينج ليجمنت، او اقول لك بصوره ثانيه اكتر كيف ده سبرينج ليجامنت. اه هنا هنا سبرينج ليجامنت ده ده او بنسميه بلا احفظه معايا بلانتر كالكينيو نافيكولار ليجامنت سبرينج ليجامنت او بلانتر كالكينيو من الكالكينياس يكون نافيكولار. ده بروتكتد هنا اوبتيرس ومخليها عاليه فوق، هو اللي محافظ على الميديا بتاعت الارش بتاع فوق. از ذا مين مين سبورت ذا موست امبورتنت ليجامنت ذا موست سبورت معايا ذا موست امبورتنت ليجامنت سبورتنج ذا ميديا بتاعت الارش از ذا سبرينج ليجامنت او البلانتر كالكينيو ليجامنت، اللي مخلي الهيد بتاعت فوق وعامل الارش محافظ عليه منع الهيد بتاعت انها تيجي ايه تخش بين النابيكولار وبين الايه وبين الكالكينيوس وتعمل لي ايه بلاد فوق. لو ده الليجامنت اتقطع او بقى ويك ما بقاش فيه سبورت الهيد فيعمل فلاتس، يبقى هو الموست ذا موست امبورتنت ليجامنت ان سبورت ذا ميديا بتاع الارش اتس سبرينج ليجامنت بين قوسين بلانتر كالكينيو نافيكولار ليجامنت. روح حط الاسمين سبرينج او بلانتر كالكينيو نافيكولار ليجامنت. ماشي يا شباب. طبعا الانفيرشن والانفيرشن بيتم فين؟ في السبتيلر. انما الانكل بيعمل ايه؟ فليكشن وايه؟ او ديس فليكشن او لات فليكشن. هيكس بالجاز ده اخر حاجه هي اللي هو يبقى التو هنا في اللي هو لاترال ديفيشن از ذا بلاس فرنجا جوينت، وبعد كده يحصل فيها اوسيفيكيشن فتقفل الجوينت ويبقى ريجيد، يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ هالوكس ريجيدس. هالوكس ريجيدس خلصنا كده؟ كده خلاص الحمد لله. بلاد فور اللي هو الفوت يبقى بلاد. اشكركم جزيل الشكر، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. يعني عايز اعمل ورقه عن الابر ده عايز